غير الخير. اه كلهم ينزلوني. ينزلوك ده ايه يا سعاده البيه؟ هو احنا في ديك الساعه لما نشيلك مرابعه يا بركات؟ بقول لك ايه؟ انا متضايق انهم ينزلوني. انا حاسس ان انا تقيل عليهم يا فندم. ولا تقيل ولا حاجه، سيادتك زي الشاي، كل ما تتقل تحلو، الكل ما يتقل يحلو، الكل ما يتقل يحلو، الكل ما يتقل يحلو، الكل ما يتقل يحلو. يا فندم ده احنا لازم نشيعك الى مكتبك الاخير محمولا على الاعناق. محمولا على الاعناق؟ ايه محمولا؟ انت مالك؟ بقول لك ايه؟ خليهم ينزلوني. خلاص نزلوه يا جماعه. نزلوني ايه ده؟ انتوا اتوبيس نقل عام ما توقفوش في المحطات هتضحك غيرك. ايه ده؟ وانت حاطط لي خازوق هنا؟ بس يا جماعه كل واحد يروح لحاله عشان ما تضايقوش البيت. اتفضل. اهلا وسهلا. ياي ياي وحشوني. أيوة. وحشوني يا بركات. وحشتوني 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 وحشتوني. أيوة يا سلام، كل الموظفين اللي هنا وحشوني يا بركات. ياما ياما هزقت ناس هنا يا بركات. على ايدي والله. وياما انا اتهزقت في مكتبي. علي يا سلام يا بركات. يا سلام يا سلام يا ايه ده يا بيه ده؟ ايه في ايه يا ابني؟ انا افهم ايه ده؟ في ايه؟ سيادتك جايب ملابسك الداخليه حاططها في جيبك. ملابسك الداخليه؟ دي فانيليا. فانيليا بتاعت واحد معرفوش. الله، وايه اللي جابها في جيبك؟ ايه اللي جابها في جيبي؟ اسكت يا بركات. انا بعد ما خرجت من المستشفى ما لقيتش اي حد مستنيني من اعمالي، من اعمالي السيئه يا بركات. ما لقيتش اي واحد معبرني. تصور قعدت انادي بقى التاكسي. تاكس انا ما تنادي معايا يا تاكسي. تاكسي ايه يا احنا في المبنى؟ تاكس تعال. انا الامام ايه؟ انا معايا فلوس كتير قوي. انا بضرب ايدي في جيبي ما لقيتش معايا غير شلم. رحت عيلها قلت ما بديهاش، دي مأساة يا بركات، مأساة. قلت خلاص في داهية، خد لك الاوتوبيس. لا الاوتوبيس سيبت المدير القاعد انت من الاوتوبيس. لا ما تقولهاش. حاولها ده الواقع يا بركات. رحت ايه؟ رحت داخل بقى ايه؟ بقيت زحمة في المحطة. الناس زقتني بقوة الدفع الخارجي. انا وانا واقف كده لقيت واحد جوه الاتوبيس يعني تقريبا نتها يعني شبه حضرتك يعني قذر. واخد بالك سيادتك؟ انت ليك اخ بيركب اتوبيس؟ قذر فعلا يعني. قلت له بكل ثبات انت منظرك مش عاجبني. عدوك كلمة مني كلمة منه. كلمة منا ايه؟ كلمة منا بركات. يا ابني نحنه يا ابني نحنه. انا بأيدك. انا داخل الانتخابات تأيدني. عدوك رحت ماسك فطول في زمارة الترافع. ايوه ايوه اشتغلت. فضل يقول اه والولاي. ايوه هو يقول اه والولاي. ايوه هو قلبي يقول اه. ايوه اشتغلت انا. ايوه سعادة البيه. ايوه خد. الناس زقونا عرفوا مننا. ايوه لقيت نفسي نازل بقوة الدفع الخارجي. ايوه سعادة البيه. بس لقيت في ايدي. طب افهم حاجة بقى، خدتها ازاي؟ خدتها ازاي؟ ايه يا بركات انت اهبل؟ ايه؟ وطي ايه كنت عايز تقول ايه؟ انا اللي كنت عايز اقول. ايوه انا ما يستعصاش علي حاجة. انا على طول كنت بقشط الناس في المستشفى. واخد بالك؟ وبعدين خلاص هنهجص ولا ايه؟ خلاص ايه؟ لا مش هنهجص. اه هنهجص. تهزر معايا؟ امال الموظفين اللي هنا فين؟ الاستاذ جبار الله راح يزور بالفتوح افندي لانه لسه عيان في الاستواليا. في الايه؟ في الاستواليا. ايه الاستواليا ده؟ الاستواليا بتاعت المستشفى. جبار الله راح يزور ابو الفتوح عشان عيان؟ ده طول قوي. طول قوي ده بقى له قبل ما ادخل انا المستشفى بثمان سنين. ثمان سنين سنان يا فندم. زي ما عند الدكتور يخرب بيتك مالك. ايوه يا فندم بس غلط في الحساب، سيادتك بقى لك ثمان اشهر بس في المستشفى. صحيح. طب ام دي مش مشكله.
انا عديت على الوزاره وقالوا لي ان في موظف جديد جاي بداله. الست حسنات بقى دايره على المكاتب وعماله توزع الشربات بمناسبه خروج سيادتك من المستشفى المدني. اخلص يا اجمعه يا طحلب يا هلامي يا متعفن يا نكره. انا ما دخلتش مستشفى المجانين، انا دخلت مصحه نفسيه بتاعت المجانين. اخلص انا بتاعت المجانين، انا اتقالي بتاعت المجانين. طب بص خد شهادة يعامل معاملة الأطفال. اشتغلت. شفتني؟ ودي إيه؟ إمضة المدير. على بركة الله. فين الباقيين؟ الست رعيفة. لا! ما تجيبليش سيرة رعيفة. لا! لا! هي سبب في دخولي مستشفى الأمراض النفسية. بتاعت المجانين. اخرس يا صحرم. هي إزاي هي؟ عملت كده؟ إيه دي؟ إيه دي؟ الشرائط. انت سيادتك عايز الرئيفة دي تروح فين؟ ما لازم تبقى موجودة. تروح فين ايه؟ ده اللي مقدم فيها 20 شكوى عشان ارفدها. معلش يا سعادة الدين، سامحها المرة دي معلش. لا بقول لك ايه؟ ايوه ايه؟ حاجة؟ ايه ده؟ لا فين بقيت؟ اخ لا مؤاخذة دي بتاعت الأستاذ بقى الكامل أصبح يطص وشه. يطص وشه؟ في واحد كامل بيطص وشه؟ على العموم بقول لك تعالى. انا قاعد هنا في مكتبي، اول ما يجي الموظف الجديد تبعت لي على طول. في حاجه مهمه عايز اقولها لك. خد موظف جديد، عايز اجيب موظف جديد وراجل عيان في المستشفى. بقى دي عالم عندها دم دي. طب مالك يا بقى ما هتدخل نفسك في الحاجات دي ليه؟ ما يجيبوا اللي يجيبوه. انا مالي، انا على راي الناس دوبه الحمار مطرح ما يقول لك صاحبي. انا جاي لك بالطلبات يا باشا. كل شويه شفت 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 وكل شوية واحد يسخط فيا، أنا يا حد أسخط أنا فيه في البيت. أما أشوف أخنتها مع عمود ونيدو زوجة شاب في سن الزواج يطلب عنوصة ممتنية. ما أنا كنت ممتنية قصينة، ما أنا كنت قصينة، كان لازم أنا عبونة يعني. ألمان ينيدو الزواج من الألمانة. طب أنا أعملها إزاي بقى دي؟ أنا هتجوز واحد ويموت واتنمل للتاني. الواحدة مش عارفة بقى بنتي مين ولا مين. اللي عيانتها من تانية يا عمتي نينو، واللي عيانتها نحيفة هتنحفنه، واللي عيانتها طويلة طولنه، واللي عيانتها قصيرة قصرنه. ده حاجة تقلق. ايه ده؟ تفكر بواحد زي بركات وما فكرش ليه يا حوي عليك يا بنتي.
منك يا بنتي حسنات ابقى انا عليه شويه في الاول وبعدين صباح الخير. ايه ده؟ ايه مين؟ انا عادي علينا بكره. مع السلامه يانا يانا يانا. ليه بس يا مدام؟ مدام اسمع من بقك ربنا يا رب. انت باين عليكي طيبه وبنت حنان. ميرسي. انا حسنات سميدة عبد العال. ولا جميله؟ جميله ما هي اسامي بقت ببلاش. انا جميله رفت المحلاوي. جت منينا في حظنا انهبات. نعم يا ست جميله. انا جايه هنا عشان استلم. تستلمي؟ تستلمي ايه؟ كملي شهري بالسموم اللي عند البقال. يلا مع السلامه. ايه القرف ده؟ ناقصين وانت وقرف. برضه حضرتك فهماني غلط. انا جايه هنا عشان استلم وظيفتي. تستلمي ايه؟ وظيفتي. انا عموما النهارده ما حدش فاضي لحد. الامام بيه المدير بتاعنا خرج من مصلحه من مصلحه النهارده والمصلحه عاملين احتفال كبير قوي. يلا فوتي علينا بكره. مع السلامه. برضه حضرتك فهماني غلط. انا مش منقوله من هنا غير اما استلم الوظيفه بتاعتي. وظيفه ايه؟ استلم وظيفتي. انت موظفه هنا؟ ايوه. لا بقى احنا مش مستنيين موظف. احنا مستنيين موظفه. وانا مش ماشيه. نحن فين؟ اقعد استلم وظيفتي. امشي مع السلامه. مفيش هنا شغل. يلا يلا مع السلامه. ممتنية ممتنية قسينة قسينة عيناها خضناء عيناها خضناء جميلة. نادي مؤمنة. نعم يا ستي عايزة ايه؟ عايزة استلم الوظيفة بتاعتي. احنا مستنيين قدامك موظف مش موظفة. اتفضلي بقى مع السلامة. روحي الوزارة. انا فعلا هروح الوزارة. ويلا يا انت بره. قلتي لي اسمك ايه؟ حسنات. انت سيئات. امشي من هنا. خلي من وشي. هي ناقصه منطقه جديده وقرف. ايه ده؟ حسنات. أيوة يا حسنات. ايوه يا فندم. الموظف الجديد وصل؟ نعم ما جاش. اول ما يوصل يدخل لي فورا. حاضر. جديد وصل؟ نعم ما جاش. انا عايزكم تيجوا المكتب عندي للأهمية يا حسنات. حاضر حاضر. نايفة ايه في؟ النمام بيه عاوزني انا وانتي في المكتب. لا لا انا مش رايحه معاك. روح لوحدك. ده هيطلع جنان علينا. اسمعي اسمعي كلامي. ده عايزنا عشان الموظف الجديد. الموظف الجديد ده ايه؟ احنا ناقصين. هتيجي ولا مش هتيجي؟ لا خلاص هروح انا لوحدي. انتي حنه. ايه ده؟ حاجه تقلق. جات يا امام ان ما خليتك ترجع المستشفى تاني ما بقاش انا رئيفه بوظتي. ايه الزفاره دي؟ يخرب بيتك يا علام. ضحكته على طول بترن في وداني.
شايفه؟ شايف ايه؟ شايف وهشوفك وهشوفك على طول. تعب من ايه يا مجلندا؟ عايزك بما اني علام الشندوين يطلبك في الحلال. حل حل اضربي تاني. لبيتك ما بتحسش؟ انا بضربها بضربها. اه ضربتني في المكسرات كلها كده. بقولك ايه؟ لا لا ايه ده؟ ايه ده؟ نقار الخشب؟ ايه ده؟ مفيش حد من الموظفين هنا ليه؟ اه تلاقيهم دلوقتي كلهم رايحين يقبضوا من الواد توفيق معلوم كل اول شهر. بس دي حاجه غريبه قوي، اتاخروا قوي. علام يا علام يا علام. علام بيه يا طحش. علام بيه يا طحش. يا محاسن الصدر. يا محاسن الحلم. كويس اني لقيتك، بدور عليك من الصبح. ليه يا علام بيه؟ النهارده يوم 5 في الشهر، يوم القبض بتاعنا منك. ده احنا راجل نسينا قبض الحكومه بتاع يوم واحد، وما بنفتكرش غير يوم 5 في الشهر. طب وما وقفتش ليه في الطابور قدام توفيق عشان يقبضكم يعني المعلوم بتاع كل اول شهر؟ توفيق اخو مراتك الثانيه عشر. لا اخو مراتي الثالثه عشر. وانت عارف لو قلت من حكايه توفيق دي، اي واحده اخوها اسمه توفيق اتجوزها على طول. يا سلام. اي واحده اخوها اسمه توفيق تتجوزها؟ ايوه على طول. بس توفيق ما جاش. ازاي توفيق ما جاش؟ ده انا مديله الشنطه فيها فلوسكم، فيها كشف باساميكم على انه يجي على هنا يقبضكم. ايه ده؟ ايه؟ كشف اسامينا في الشنطه؟ ايوه في الشنطه. ايه؟ دي تبقى مصيبه. ايه؟ مصيبه. تعالى. ايه؟ تعالى انا اقول لك تعالى. ايه؟ كشف اسامينا في الشنطه؟ ايوه كشف اساميكم في الشنطه والفلوس. الناس كده هتعرف ان احنا بناخد منك فلوس ونروح في داهيه. توفيق ما جاش. ما جاش. ما جاش. انا حاطط في الشنطه ايه؟ مصر. ايه؟ مليون. ايه؟ جنيه. حد يسيب مبلغ كبير سيده في شنطه مع مرات اخوه؟ يا راجل يا راجل. بقولك ايه؟ ندور عليه بسرعه. شوف هنا ولا هنا. توفيق. انا توفيق. يا توفيق. توفيق. يا توفيق. يا توفيق. يا توفيق. مساء الخير. مساء الخير. شفت توفيق؟ ما شفتش توفيق. شفت تنسيق؟ تنسيق بس ده انا بس. توفيق. توفيق. ولا شفتش توفيق؟ ما شفتش توفيق ولا تنسيق. ولا ايه حكايه التنسيق معاك؟ مش عارف. تعالى هنا. بقولك ايه؟ نعم. جت فكرة. ايه؟ هجيبه دلوقتي. هنلاقي الفلوس والشنطة وكل حاجة والاستمارات. المهم الأسماء بتاعتنا اللي هي. أسماء ايه ولا بتاع؟ ألو؟ 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 أيوة أيوة. مين على الخط؟ ألو؟ المجاري طلباك. لا المجاري؟ يلا. ألو؟ أيوة يا أمّا. أمّا؟ الهجهال عايزان أنا. أنت مالك أنت؟ مش أخوك اسمه توفيق؟ أه. يبقى مرات. أهلاً. ازاي؟ ايوه. ولا توفيق. ايه ده؟ بتتكلم منين يالا؟ ما جيتش ليه لغايه دلوقتي؟ الشنطه معاك؟ بتتكلم منين؟ من التاكسي. بيتكلم التاكسي؟ ايوه التليفون في التاكسي. ازاي؟ العداد قلبه واتكلم. حد يكلم العداد التليفون بتاع التاكسي؟ مش في نمر؟ من 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 على طول. الو الو جاي حالا. طيب طيب يا حبيبي، مع السلامه. مع السلامه. الحمد لله. ايه حالك؟ اجيب كشف الاسماء بقى بتاعتنا. اه كشف الاسماء واختبطوا كلكم. اما بروح بقى اسلم على الامام بيه. ايه ده؟ الامام بيه رجع من المستشفى؟ امال ايه؟ مش ممكن. ولا والله تعالى ورايا بس. اروح اسلم عليه معاك. اسلم بيه معايا. ايه؟ عايز اسلم عليه؟ طب تعالى. مش معقوله كده يا ربي، كل ما اروح الوزاره يقولوا لي ارجع المصلحه، ارجع المصلحه يقولوا لي ارجع الوزاره تاني. من هنا لهناك لما تعبت مش عارفه استلم وظيفتي. طب ما اناش منقوله من هنا غير اما استلمها. وادي قاعده اهي. عنام عنام بس لو ياخد باله مني. ماشي عنام. والتاني مش يسيبنا شويه هناك؟ عنام ده عاوز له شويه تكتيك ويقع على طول. ايه ده؟ ايه تاني؟ إيه؟
ماما، محدش تايه انسان اليومين دول. نوحي بيتك استني عدلك يا ماما. يانا يا حبيبتي اسمعي الكلام، يانا مع السلامة. دي لو شافها علام هيتهبن عليها، وانا مش ناقصة من نفسي، مش كفاية عينيا ضعيفة اللي واقفاني زي العقنة في الظلم. اسمعي يا ستي، انا لا عايزة اتجوز ولا اتسجن ولا اقفل ده، ويكون في علمك انا متقدم لي الشهر ده 5 عشان رفضتها. وكمان يا وشي مالك؟ دول اللي تقدموا لي الشهر ده، لكن الشهر اللي قبله بتقدم لي 3. انت عارفه يا بنيني انا بتسيري انت مالك في ايه؟ ما بيجيبكيش عرسان ولا ايه؟ بطاقة التموين دي مسؤولية، القانون يقول كده، الواحد أمه تموت لازم يروح التموين علشان يسقط اسمها من بطاقة التموين، ولازم يروح وزارة الصحة عشان يطلع شهادة وفاة. دي دوخة، كان لازم تموت. النصيب مفيش حد من الموظفين هنا. يا حبيبي، إرشادات للجمهور: الحصول على الاستمارات المطلوبة من الموظف المختص، مناصب ملء الاستمارات بمعرفة الموظف المسؤول، مراكز للحصول على البطاقة التموينية، تقديم المستندات المطلوبة، كله جاهز، تقديم شهادات الميلاد للأولاد الجدد. طب أنا ما عنديش أولاد جدد، كلهم قدام، أعمل إيه؟ يا ساتر، القوانين اللي عندنا تدور. ده أنا دخت لإلادي 7 دخات عبال ما وصلت هنا، ولا اللي جرالي في الأوتوبيسات. الله يخرب بيت الاوتوبيسات على اللي عملوا الاوتوبيسات، على اللي بيسوق الاوتوبيسات. الله يخرب بيت الكمسارية اللي واقفين الاوتوبيسات. الله يخرب بيت الستات اللي بيركبوا الاوتوبيسات. الله يخرب بيت الرجاله اللي بيقفوا ورا الاوتوبيسات. الله يخرب بيت الشوارع اللي بتمشي فيها الاوتوبيسات. الله يخرب بيت العربيات الملاك اللي بتمشي جنب الاوتوبيسات. ده انا حصل النهارده بالاتوبيس اللي عمره ما حصل، اتحشرت في وسط الناس، بقيت عامل زي زيتونه في بطرمان الزيتون، ورايا واحد وقدامي واحده، ورايا واحده وقدامي واحد، وتحت رجليا واحد وفوق دماغي واحد. واحد فيهم ضايقني قوي وبص لي كده وقال لي: منظرك مش عاجبني. انا منظري ما يعجبوش، وهو قصير وزهرده ومنظره يقرف الكلب، ويقول لي انا منظرك مش عاجبني. انا منظري وحش بس محدش يقولها في وشي، ده اللي ضايقني. وكان يوم، ومن ساعتها وانا يا خبر اسود، الحماله بتاعت البنطلون، الحماله سرقوا الحماله يا خرابي، وسرقوا الفانيلا كمان. انا اول ما اجي مكتب التموين اتسرق؟ لا، ده انا ما سيبش حقي. يا عالم يا اول اللي هنا، يا ناس يا بعض. ايه يا باشا في ايه بتزعلي كده؟ انا عايز الحماله بتاعتي. نعم، اول ما جيت هنا سرقت، عايز الحماله. حماله ايه؟ حماله الاسيه، حماله الزيت، الحماله بتاعت البنطلون. هو انا ناقصك على الصبح سيادتك اي المديريه عشان تدور على حماله؟ انا هقول لسيادتك حاجه،
انت تنزل تحت جنبينا هنا هتلاقي اي محل تجيب منه الحماله اللي تعجبك. بابا كلمني بادب، كلمني بادب. حماله ايه اللي اروح؟ انا عايز الحماله بتاعتي. انت مين انت عشان تكلمني بالطريقه دي؟ يعني بهدوء زي ما تعرفش انا مين، حد في المديريه ما عرفش انا مين. انت مين سياده؟ انا المكيف. كولدير يعني؟ اكمل كلامي. ادفع. انا المكيف لعقول كل الموظفين اللي هنا. انا بتاع الشاي والقهوه واليانسون والحلبه، ورثها ابا عن جد في المديريه دي. يا اخويا يعني ورثة بسيطه؟ طلعت ولا نزلت هواجي؟ مظبوط. خلي كلامك بقى ما بقاش دلع كده، خلي كلامك سكر زياده مع الناس. سنين الدوله بحث جاد عبر الصوت والصورة عن أهم القضايا التي تهمكم. همم المواطن والوطن نطرحها. وبعدين تتصرف معاه براحتها بقى، تقلبه ترفيه ترقعه. بتوع بعض يا جدع. والله فانيلا ناصر. عموما هتجيلك الفنانة ما تقلقش. الله يكرمك. أستاذ بركات. نعم. لو سمحت باعتبار ان انت يعني الكبير هنا. ابدا ابدا. ممكن سيادتك اقابل سعاده الدين مدير؟ ده هو اللي عايز يقابل. بتتكلم بجد؟ ده عايز يقابلك بفوق الصبر. وانا بديك الساعه يا فندم. ده سيادتك هتقابله، بس عايز افهمك حاجه. ماين معاه. هو ماين معاه ليه؟ ايه السبب يعني؟ اصله لسه متخرج. كوسه بتوع القوى العامله دول بيعملوا حاجات. لسه متخرج ويبقى مدير عام؟ كوسه. اكمل كلامي يا عم. ما تكمل. لسه متخرج من العباسية. جامعة عين شمس. كوسة برضه. مش معنى انا بتوع جامعة عين. ما في ناس من 73 لسه ما اتعينوش لحد دلوقتي. كوسة. كمل كلامي. اتفضل كمل. متخرج من المستشفى. كوسة القوى العامة. دكتور ويمسك التموين. هتقل مبوظ البلد القوى العامة. ترمي الدكتور على التموين وترمي المهندس على الزراعة. حاجة بايظة. يعني دكتور هيعينوه في مديرية التموين؟ هيكشف على الشاي والزي والسكر؟ مش انت اللي بتقول؟ يا فندم اكمل كلامي. كمل. الراجل كان عيان في مستشفى الامراض العصبيه مشطوف يعني. اما مش تخلي الوزاره اجيب لكم مكاتب متينه عن كده يا جكو داهيه. المدير العام بتاعكم مجنون. ما تخافش انت. مجنون ايه؟ ما خف خلاص. خف خف وطلع بالسلامه. واول ما هيقابلك هيقول لك خد. بتتكلم بجد؟ ولو قال لي خد اخد ولا ما اخدش؟ خد على طول. طيب خرج براء. ربنا يكرمك. هروح بقى ايه اديله خبر ومن عندي ليك يا سيدي هديه، هجيب لك كوبايه شاي. الله يكرمك. بس ما تاخدش على كده. لا لا. ايه يا واحد؟ ايوه الله. بركات. نعم. وحياة ابوك بس عشان اقدر اخلص مصالحي. ايوه. دليني يعني ما دام الموظفين لسه ما جوش. ايوه. يعني اتعامل معاهم ازاي؟ الموظفين ده انا ناسي. الموظفين اللي هنا بقى تاخد بالك منهم كويس قوي. أيوة. لان دول ناس ما بيجوش الا بالشده. بالشده. ما بيجوش الا بايه؟ الا بالشده. وخصوصا جاب الله فندم. جاب الله فندم. لانه كان منظم على المكتب بتاعه. قلت له لا لا، سعاده البيه هو اللي هو على المكتب ده. عندنا عز منه. اتفضل يا فندم. منظر على المكتب بتاعي؟ ايوه يا فندم. انت فاهم غلط. المكتب بتاعي. ايوه المكتب بتاعك. المكتب بتاعي. المكتب بتاعك. المكتب بتاعنا كلنا. مفيش اي حاجه. اتفضل سيادتك. على المكتب بتاعي. ايوه طبعا. ما اديله خبر بس. هقعد انا على المكتب. ايوه اتفضل سيادتك. لا الاستاذ جاب الله يزعل. ما ده مكتبك. انت بتتكلم بجد؟ انا عايز مكتب بتاعي. اتفضل يا فندم. انت متاكد ان مفيش حد مجنون في المصلحه هنا الا المدير بس؟ انا هقول لسيادتك حاجه. انا اعتبر اعقل واحد في المديريه. انت هتقول لي ده واضحه زي الشمس. اتفضل بقى استريح قبل ما اجيب. ربنا وخدم بتاع واخر. اوعى تسيب يا عاقل يا ابن العاقل. بس يظهر ان شاء الله ربنا هيقضيها. اول مره اخش مصلحه حكوميه وليا طلب فيها ويكرموني كده ويقعدوني على مكتب الموظف المختص. اطلع بقى طلب واجهزه. الطلب بتاع امي. الطلب بتاع امي. الطلب بتاع امي. لا ده مش بتاع امي ده. لا ولا ده بتاع امي. ده اللي انا قدمت فيه شكوى لوزير الاعلام لان التلفزيون بتاعي ابيض واسود وطلبت منه لو الغني مرضيش يستاهل. وده لا برضه ده مش بتاع امي. ده بتاع السادات. ده بتاع السادات.
طلب كنت قدمته لامي عشان اخد معاش للسادات قبل ما تموت. السادات مات وامي ماتت. يلا نصيبك نصيبك. ايوه هو ده الطلب بتاع امي. ناقص الجملتين دول ويبقى كله تمام. السيد الفاضل مدير عام مصلحة التموين. يا معلمي يا كزوختي يا معلمي وفاتها يا معلمي. وفاتها يعني ماتت بين قوسين. هو علشان الجماعة الموظفين دول بيبقوا حمرة في الحاجات دي. وقد يا اسطى علمني وقد ورثت عنها ايه ده العبط الفني. ايه ده من هنا مش باين عليك. وقد حالت الظروف دون ما ايه يا بني ادم انت. ايه ده انت جاي تركب حصنة؟ ايه يا عم انت؟ انا مش بنادي عليك يا كابتن ولا ايه؟ بنادي عليك يا كابتن. موظف من الموظفين. بركات قال لي ما يجوش الا بالشده. ايه يا ابني انت بتزعق كده ليه؟ مكتب ابوك ده اتفضل اترد على المكتب وبتاع ام اهو تمدهولي وانت ساكت. انت فاهم يا بني ادم انا بسال على علام بيه جوز اختي. يطلع مين علام ده؟ جوز اختي علام بيه. ايه علام؟ هكتب لك شكوى علام وادخلوا لك اصدار مع بقيه الطلبات. يطلع مين علام ده؟ حد ما يعرفش علام بيه. انا ما اعرفش علام بيه. واذا كان هو علام انا هنداوي هنداوي عشرين هنداوي. اصحى لي بقى يا بني ادم. بقول لك ايه يا كابتن؟ انت كده اخويا اقعد على المكتب ده. ابن الطلب ابن الطلب ما بيجوش الا بالشده. ابن الطلب يلا هديلك عليك يا ابني. انا بقولك عايز علام ليه؟ انا ما اعرفش علام. انا اعرف ام اللي ماتت دلوقتي. اخد حقي من المصلحه واسال انت على علام زي ما يعجبك. ابن كارت ابن اخويا ابن يابا. بقول لك ايه انا انت يبقى جوز اختي علام بيه. تحب ادخلك وانت وعلام صاحبك في الظرف وعامل فيكوا شكوى؟ هتمضي ولا لا؟ امضي. همضي همضي. خلاص يا هنداوي بيه. انا اهو ده انا مؤاخذه اديت البيه المدير خبر وهجيب لسيادتك الشاي. ايه ده؟ مين ده؟ انا الاستاذ توفيق بلاموطي. اهلا وسهلا اتفضل تعالى هنا لسيادتك. اهلا وسهلا فعلا. اهلا وسهلا توفيق. ايه سيادتك؟ البلاموطي. بلاموطي على نفسك وحطهم. لا ما بلاموطي يعني اوانطه. بص علام بيه منتظرك عند المدير جوه. اتفضل سيادتك روح يابا. شوف علام بيه سلام يا كارتن. بص عايزك تبقى تاخد بالك من شغلك. ماشي بقولك يا كارتن ادي النظام اللي بيحصل. ناس غريبه ناس غريبه جدا يا جدع. ايه بقى طلباتك قول لي؟ لا خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. قولوا قولوا قولوا. بقول لك ايه؟ نعم. يطلع مين علام بيه اللي عمل عليه الزفه دي كلها؟ كل حاجه هتعرفها في اوانها. اصبر. اديني صابر. انت عايز تخلص شغلك انت مش كده؟ طبعا. امال يعني بسال عليه ليه؟ هيخلص ما تزهق ما تقلقش كده بكره تزهق من الشغل. طب لو ممكن لو سمحت تكمل جميلك معايا وتعرفني على طقم الموظفين اللي هنا. يا شغلانه بقى كل شويه خدمه. معلش كل شويه خدمه. ربنا يكرمك. انت عندك 17 شاي كده دلوقتي. 17 شاي؟ هو انت جبت الاولاني؟ عشان نبقى مع بعض حلوين بقى. طيب. مش هعرفك على الموظفين. ربنا يخليك. اتفضل سيادتك. اتفضل. ده مكتب الاستاذ برع الكامل. برع عايز كم برع الكامل. برع الكامل. ايوه. وده مكتب الاستاذ جبل. ده برع وده جبل. ايوه ده جبل وده برع. برع الكامل وجبل. ده برعي ده جبل وده برعي. هي حكاية. انا بركات. انت بركات صح. كويس. وده برعي وده جبل. ده اللي برعي. ده برعي صح. وده جبل. وده جبل. مين بقى دوت؟ مين ده؟ ده زميل جبل. ده زميل جبل.
وانت بركات وده برعي وده جبل الله. افهمني يا علام. ما انتش فاهمني. ده برعي وانت بركات وده جبل الله. كويس. مين الحمار فيك وافهم عشان ايه وانا بتعامل معاه بقى فاهم. انا عن نفسي محدش بيقول لي. محدش بيقول. انت نفسك ما تعرفش. طيب ده برعي وده جبل الله. أيه. الباقي جبل الله بقى ده اللي انا حذرتك منه. خلي بالك منه قوي لانه شديد شويه. وهنا ده مكتب الانسه حسنات. ده مكتب الانسه حسنات. ايوه. وهم دول بس؟ لا ده مكتب الانسه رئيفه اهو. الانسه رئيفه. تطلع مين الانسه رئيفه؟ مالها رئيفه يا بركات. اهلا وسهلا يا فندم. لا ده انا كنت بعرف البيه بالموظفين الجداد اللي هنا. وبمناسبه ايه؟ بمناسبه ان هو اللي جاي بدل ابو الفتوحه فندم. ده ايه مالك انت فطرانة قرف مالك؟ ايه اللي ده؟ ماله ده؟ وحش ده؟ كخه ده؟ طب انت هتلاقي اطول من ده؟ احمد ربنا بلا بركات. نعم. تقول ايه ده؟ انا ما بسمعش اليوم دي. روح جيب لي حاجه ساعه اشرب. انا يا حاج اجيب لك سلطه معاهم؟ امشي. حاضر. الشاي بتاعك هجيبهولك يبقوا 18 وهجيبهولك بفتله. طب بقول لك يا بركات. نعم. وحياه ابوك تجيب لي شاي بفتله علشان اشرب الشاي والجماعه يعملوا وشهم بالفتله لو سمحت. الله يكرمك. اظن فاهم انك جاي تصلح الكون هنا مش كده؟ يا بنت الناس انا لا هصلح الكون ولا حاجه. انا هصلح وضع مقلوب بقاله 3 اشهر. ابقى قابلني لو قدرت تصلح اي حاجه هنا. ابقى قابلني. اقابلك فين؟ الساعه كام؟ والبس لك ايه؟ ايه ده؟ انت هتخش لي عافيه ولا ايه؟ ولا عافيه ولا حاجه. انت اللي بتسالي تقولي بقى قابلني. انا بقول لك اقابلك الساعه كام؟ ابقى قابلني لو قدرت تصلح اي حاجه هنا. لا بيتهيألي لو ما قدرتش كله في الطلبات وادخلهم في الظرف. ظرف ايه؟ الظرف. الظرف ده هو. كل اللي بيضايقني من المسؤولين وما يعملوش طلباتي بدخله في الظرف ده. مسؤولين كلهم هنا؟ الا المدير اللي هنا ده نوع مختلف. مختلف في ايه يعني؟ عشان مجنون؟ الله الله. ده انت عارف كل حاجه بقى. وعارف كمان انه خرج من المستشفى بقاله 6 اشهر. الله الله. ده ما ينفعش معاه لا ده ولا جواب. لا نصيحه. ايوه. خدها من عصيرها واربط الحمار مطرح ما يقول صح. لا يا شاب. لا يا حبيبتي مش انا. انا ما اربطش الحمار مطرح ما يحب صاحبه. انا اربط الحمار مطرح ما يحب الحمار. اطلع على المكتب. اطلع على المكتب. اطلع فين؟ على المكتب ده كده. ده انا مره من مرات يا ست هانم رحت مصلحه حكوميه وكان ليها طلب. الموظف الاولاني شيعني للتاني، التاني شاور لي على التالت، التالت وداني للرابع، الرابع قال لي اطلع اول دور، الخامس طلعنا رابع دور، نزلت من اول دور لتالت دور للدور الارضي وما عرفتش اقابل المدير. قلت لا انا لازم اقابل المدير. واحد نصحني وقال لي ده نزل تحت. نزلت استناه قدام باب المصلحه لقيت ناس كتير عمالين يحجزوا قدامه. رحت رامي نفسي قدام العربيه. وبعدين؟ لا عندك حاجه؟ انا؟ انا هيحصل لي حاجه؟ انا عشان نمت قدام العربيه؟ قعدت في الانعاش اسبوع وما قابلتش الراجل. وما قابلتوش؟ ما قابلتوش. عشان كده دخلت الظرف وانا جاي هنا ودماغي جزمه لازم انفذ اللي في دماغي واعمل الطلب بتاع امي. وبعد ما اخلص مصلحتي ان شاء الله حقدك ونروح. انا ما تحذرش معايا. لا اسمع كلامي بس. ده انا ساكن في الامام. ايه؟ انت ساكن في الامام؟ عند الامام؟ لا ساكن في الامام. في الامام. تبقى انت منهم. اسمع ابقى اقول له ان انا ما يهمنيش وانا مش هسكت. اسمع يا راجل انت اسمك ايه؟ هنداوي. ما يهمنيش لو كنت هنداوي ولا منجاوي. قول له ان انا مش هسكت. سنة الله. هي اخويا الشابه اللي متوصله على 220 فولت دي. ما يهمنيش. كل ده والموظفين لسه ما جوش. فوضى. ايه اقرا الجورنال وسلة فيه. انا احب قوي صفحة الوفيات بتضحكني. توفى الى رحمة الله. الله يرحمه. قوم. الله يرحمه. من اولها حصير اجرايد. اهو. اهو. ايه مالك؟ اهو. حرام عليك بتقطع الميتين. ده تقطيع في الميت حرام. طب ها
يا سلام، يعني انت بس اللي عندك سنان؟ كده وصلت بقى؟ لا لمهم بقى، يلا لمهم بقى لحد ما الموظفين يجي ولا ساعد. حرام عليك يا كابتن. ايه ده؟ حطهم على المكتب. انا اكره الوساخه جدا جدا. وانا والله انا اكتر منك، والله انا اكتر منك. يعني انا مين يشتري الورد مني وانا بنادي؟ ولا لم بقولك ايه، تعرف تعمل دي؟ وريني بتعملها ازاي كده؟ ايه عايز ابعتولك مالك؟ عرفتك. لا مش انا. لا انت. لا انا إيه؟ حدش يقول لي عرفتك. انا متاكد ان انا شفتك قبل كده. شفتني؟ لا ده انا اطلعها لك. طيب خد. تطلعها لي؟ ايوه خد. طب طلعها لي وانا اقطعها لك. طلعها لي. خد. اخد ايه يا بني ادم انت؟ ايه؟ اهم يا وي اديلك مالك؟ هتتجنن عليا؟ تعرف انك فوقتني؟ حمايتي الجرايد دي مش هسمع بيها ابدا. يا سعاده البي حضرتك فاهم غلط. الله، ما انا ما لقيتش حد قبله، قلت انا في جنان عبال ما يجي حد اكلمه، واول واحده تيجي وتتكلم معايا شعنونه كده ومتكهربة وبان عليها مجنونه زيه. زي مين؟ فيك من يكتم السر؟ لا انا فضحي. قول. عارف مين المجنون اللي انا اقصده؟ مين؟ المدير بتاع المصلحه دي. بيقولوا عليه عنده هف على الرايق وعبط فني، واوعى تدخله تعمل له تقدم عنده اي مصلحه. انا بنصحك وخلاص. ادخل لمين؟ ما تبقاش غبي بقى. لمين ادخل؟ يا جدع المدير. ايه؟ المدير اللي هنا مجنون. مين اللي قال عليه مجنون؟ يوه كلهم بيقولوا عليه كده. انا عايز اعرف واحد قال عليه مجنون. مش واحد بس، دول نشروها في الجرايد وفي التلفزيون. المدير اللي هنا مجنون. انت تعرفه؟ واعرفه ليه؟ اللي يخليني اعرف الناس الزباله دي. الله، اجيب لي نفسي وجع القلب ليه؟ بلاش اعرفه. انت عارف، انت منظرك مش عاجبني. يا ابني كاد انت تعال اوتوبيس. انا منظري مش عاجبك. تعال فين؟ فانيلتي جديده هات يا حرام. لا انا ما خدتهاش منك، انا اقتبستها. هات الفانيلا. هات الفانيليا. هات الفانيلا. اجيب الفانيلا. خد. ايه ده؟ يعامل معامله الاطفال. هات الفانيلا يا حبيبتي. انت عجيب الفانيلا. هات الفانيلا يا حبيبي. انت عجيب الفانيلا. هات الفانيلا. 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 انت عجيب الفانيلا. مش عجيب الفانيلا. هات الفانيلا. مش عجيب الفانيلا. هات الفانيلا. مش عجيب الفانيلا. تعال يا حبيبي. تعال يا حبيبي. تعال يا حبيبي. هات الفانيلا لماما. هات يا حبيبي. ماما. الحال يا بركات. ايه؟ الراجل ده قال لي لا. ده ايه اللي عملتوه ده؟ ايه كده يا استاذ هندام؟ الله، هو ده قدك؟ باين قوي. ده كلام يطلع مين ده؟ هو ده المدير. حقك عليا يا سعاده البيت. يا عاقل يا طيب يا امير. حقك عليا. حقك عليا. خد ايه دي؟ شهادة حسن سير وسلوك لحضرتك. خلاص. الفضيلة بركات. ايوه اداني الست المحترمة اللي بره.
دي الوزير موصيني عليها شخصيا. ست بره؟ ست واقفه بره. أيوه المدير الوزير موصيني عليها شخصيا. اما انت فهفرجك. معلش يا سعاده البيت، معلش يا سعاده البيت. روق معاه عشان ده في ايده كل حاجه وراجل صعب. ربنا يسلمك. كويس؟ عندك 19 شاي انت كده دلوقتي؟ انا قربت اشك انك انت مستغل. والله لا انا مش عارف انت غاوي حلبه كتير ليه. ادي 80 حلبه. طيب ماشي ماشي. جالك يا سعاده البيت حسابك معايا بعدين. يا سعاده البيت والله انت طيب وشكلك بيضحك، ما تزعلش مني يا سعاده البيت. عدم المؤاخذة دي كلمة. اللي ما يعرفك يضربك. يضربني فين؟ يضربك على قفاك في الحته اللي تعجبك. انا مش هكذب. يلا يا مرقب الولية فين؟ ربنا يستر، اتفضلي يا هارب. زي يا سعادة البيه بس بتحاسب التاكسي. اتفضلي يا هارب. ربنا يستر، اتفضلي يا هارب. اهلا وسهلا بالطول والبغداد. يا مرحبا يا مرحبا. كده برد يا مسيو امام؟ قتلت على بره؟ لا لا العفو، هاتي سيادتك الظرف اللي معاك. لا اتفضل. لا الظرف لا الطلب. لا معلش بس انا عايز الظرف كمان عشان اعرف. اتفضلي. اتفضل. لا انا عايز الظرف بس. ولد استنى بس دقيقه واحده، ممكن حضرتك تفكي لي ده؟ ده انت شغلونا هنا ولا ايه؟ اتفضلي يا ولد. انا عايزك تهتم بموضوع الست دي اللي جايه من طرف الوزير، يعني ظرف زي ده مهم قوي ما يترميش في الزباله، يعني لازم يبقى كويس. سعادتك تقول انها من طرف الوزير؟ طبعا. سيادتك من طرف الوزير؟ ايوه. لا اله الا الله. وانا بقول لك ايه، ما يعني ما تعمليش فيها وتحط الحاجات في الظرف ده، ده ظرف مهم، ده من طرف الوزير. طب مطلوب مني ايه يعني؟ انك تاخد بالك من الطرف ده. واخد بالي بمناسبه ايه؟ انا مال انا ايه؟ من طرف الوزير. هتمتنع من دلوقتي؟ خلاص يا استاذ الداوي خلص نفسك، ده راجل صعب. خلاص يا سعاده البيت انا مش هسيبه الا لما يمضي ويخلص كل حاجه. اتفضل سيادتك على مكتبك. خد بالك ده اهم طلب عندنا. اتفضل. اتفضل سيادتك. اتفضل يا استاذ. تريحي، يعني هنعمل لك كل حاجه ان شاء الله، لان الوزير ده حاجه عظيمه، بس ارجوكي تسلمي لي عليه وتقولي لي ان انا قربت اطلع المعاش وعايز كشك صغير ولا اي حاجه. الطلب ده مهم قوي، نرميه نطه ابدا، ده تخليه في عينيك. ما خلاص يا سعاده البيت، قلت لك خش مكتبك انت بقى. الطلب وانا مالي ومال الطلب؟ انا علاقتي بيه؟ انا عارف انها مش شغلتك، انما ده راجل مخه طائر ضربت في دماغه انك تخلص الشغلات. خلصها وخلصنا. ما تسمع الكلام، هو مش قالك خلصني؟ يا ست هانم يعني انا خلصت؟ ولما طورت مين اللي هيبقى خلصني؟ وانا مالي؟ انت مالك ايه؟ ما تحبكهاش يا استاذ هنداوي، خلص نفسك. خلاص يا ست هانم هو هيخلصك. دول كلمتين هتكتبهم وخلصنا. اذا كانك على كلمتين اكتبهم مفيش مانع، انا ما عنديش مشكله. يا استاذ بركات. نعم. اتفضلي. نعم. ايه؟ اكتب اقول ايه؟ الاسم، التاريخ، المنطقه السابقه، اسم افراد العائله، بس كلمتين عاديين. امال لما هتخش على التقيل هتعمل ايه؟ طيب. اكتب قول يا باسط. الاسم اللي هو اسم صاحب البطاقه يعني. ايوه. والتاريخ أيوة. والمنطقه السابقه وعدد افراد العائله. لا بسيطه قوي. بسيطه. الاسم ايه؟ اسمي ولا اسم جودي الله يرحمه؟ ده طلع اسمين، اسمها واسم جوزها الله يرحمه. اكتب نقول. استنى لما اشوف النوتة واحد فين. انت واخد كام شاي قبلك؟ 35 شاي. 35 شاي يبقى استبين. شوف يا سيدي. الاول اسم اللي كان باسمه البطاعة القديمة، وبعدين اسم رب العائلة الحالي. بس اسم اللي كان باسمه البطاعة القديمة اللي هو مات ده ينزل، ده اللي هو ينزل. كويس اوي. والاسم بقى اللي موجود حاليا اللي هو رب العائلة الحالي. تمام. مسعد خليل ابراهيم. مسعد؟ ايوه. جوزك اسمه مسعد؟ ايوه. عندك مانع؟ ده فقر انه اتجوزك. مسعد ايه؟
مسعد. مسعد ايه؟ مسعد خليل ابراهيم. خليل ابراهيم. اتفضل يا عم. خلصت كتاب؟ خلاص. طبعا وهي كده اهو. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ دي مش كتابه، دي سلاسل دهب. تعالي بصي، تعالي معايا. وريني وريها الخط بتاع سيادتك. بس تعال خش عليه بالبريزه بقى لغيه. ها شايف الخط؟ اتفضل بقى سيادتك، افتح لنا الامضه الكريمه هنا. انت اتجننت؟ امضه ايه؟ طب انا بكتب لكم طلب من باب المساعده، انما امضي دي مسؤوليه. هنرجع نحكي حكايه تانيه. ما احنا عارفين انها مش اختصاصك، مش شغلتك، انما الراجل قال خلصها. مشي حالك يوم حالك يمشي. امشي حالي ايه؟ انت هتسمع كلام المجنون ده وادي نفس ده؟ امشي حالك. ما تخلصوني بقى، انا هقعد دلوقتي هنا كله ولا ايه؟ انا مش فاضيه، ورايا مشاوير. ايه اللي ورايا؟ تعالى خد. نعم تعالى. عايز ايه؟ روحتك مصلحتنا ده. امسك. هتمنى اعرف اصناف ايه ده؟ ايه؟ رشوة؟ الله، بتديني رشوة؟ انت فاكراني ايه؟ ايه ده؟ هتفضحني. ايه يا اختي؟ هتفضحني. ايه اللي هفضحها؟ مش عايزها حتى. خد امضي. امضي ايه؟ ده كلام غلط اللي انت بتقولوه ده. ايه؟ وانت يا ست، انت اللي بتعمليه ده غلط. انت ماشية في سكة بطالة. انا ماشية في سكة غلط؟ يا راجل يا وقح يا قليل الادب، اوعى كده. الله، انما وريتك تعالى هنا، انا هخليك عبرة لكل الموظفين اللي هنا. خد. لا مؤاخذة يا سعادة البيه، ايه ما ترصدش والله. اه، وفين الراجل اللي كان هنا؟ انا هنا يا سعادة البيه. خش عني الست المجنونة دي. انت السبب في اللي عملته فيا. خلصت الاوراق؟ انا كتبت لها طلب يا سعادة البيه. خلاص استنى، اطلع على طول على البقالة وسلمي لي على الوزير. اوعوا تنسوا الكشك والنبي يا عم المحمود. اتفضلي. خلاص. مع السلامة يا هاني. شكرا. مع الف سلامة. استنى عليا، ان ما وريتك، ان ما نقلتك من هنا، ما بقاش انا حرم المرحوم. الله يرحمه. بسلمي لي على المرحوم. ولا. نعم يا سعادتك. انا هو. تعال معايا بقى نشوف طريقه نعمل حل مع بعضين. اتفضل. اتفضل. اهبل انا. انت يا مجنون. الله، ده الموظف الجديد ده مش سهل بقى هنداوي، عشان كده المدير واخده وداخل معاه جوه. الظاهر هيطلع القديم والجديد على دماغ الموظفين اللي هنا. بس على مين؟ هعرف سكته او هجيبه. وبقول لك الغربال الجديد له شده. بس على مين؟ انا فايز كل الحاجات. بركات، انت واقف تكلم نفسك؟ استاذ جمال، حضرتك صعبان عليا قوي. ايه مالك ايه؟ اصلا جابوا موظف جديد من ابو الفتوح افندي. ايه؟ موظف جديد؟ وانا؟ انا مش هسكت، انا هشتكي. تشتكي مين؟ تشتكي مين؟ اعمل زي حسبتها شمال حسبتها يمين. لقيتها ما تقضيش ما تقضيش ما تقضيش. هيجيبوا واحد تاني ليه؟ موظف مكاني ليه؟ ليه؟ عشان يشوفوا. بركات، انت شفت الموظف الجديد ده؟ انت شفته؟ ده شفته وجيه ومارس مهام منصبه ومضى على اول استماع، والمدير دخل بيه جوه عشان يتفقوا على الخطه الجديده. ونصيحة مني لوجه الله، خلوا بالكم منه كويس قوي، لأن ده راجل باين عليه حويط وهيحطكم في دماغه. أنا بقول لكم خلاص الترقية راحت. ماشي، إما وريتك. هو اسمه إيه؟ هنداوي حسنين هنداوي. إما وريتك يا هنداوي حسنين يا هنداوي، ما بقاش أنا جبل الله. حاضر يا هنداوي. ماشي. نعم. روح شوف المجنون ده بسرعه. انهي مجنون فيهم؟ في غيره، الموظف الجديد اللي جه هنا. طيب هروح اجيبه. روح يا ابني. قال ايه؟ قال عايزنا نساعده. قال اتصادي مين يا برا يا بنتي؟ اعمل ازاي؟ حسبتها ميت، حسبتها نفس، لقيتها زي الزفت. الموظف الجديد يعني؟ الموظف الجديد على فكره. ايوه ده قريبه ساكن عنده. بس انا عرفت كل حاجه دلوقتي. ازاي انا عرفت كل حاجه؟ قلت ايه اللي عرفك يا رئيفة يا بنتي؟ هو اللي قالها لي بعظمة لساني. قال لي انا ساكن عند الامام. هو قال لي كده؟ اه يعني في القرافه. امال ايه يا عم
اخوانا يا اخوانا الموظفين اللي معانا انتوا بيتوا تعالوا ساعدوني ما عندكوش نظر تعالوا ماليش دعوه وانا ماليش دعوه بيه وانا كمان ماليش دعوه زي ده كله انا قلبك وانا معانيكم يا جماعه تعالوا ساعدوني ساعدوني احنا هنا ساعدوني انا اسفه قوي معلش دي مصالح الناس حرام عليك انا مؤاخذه انا مؤاخذه وانت يا اختي يا متعجرفه مش هتيجي تساعديني بقول لك ايه مالكش كلام معايا خالص سيبك منها خليك معايا انا هتلاقيني دايما جنبك التقيل عليا والخفيف عليك تقيل عليكي اه وانت طبعا لازم تبقى تقيل عليكي امال تبقى عليا انا تقيل هنا التقيل هنا جوه هنا اديني شغل لا خدي شغلك انت بس وكل واحد يا جماعه يجي ياخد شغله لو سمحت اتفضل اطلعلي انزل انت اطلعلي يا ابني مش قادر طب نتقابل في النص ايه رايك اتفضل يلا حبيبي يلا عليك يا لطة شكلك كوسه يعني انت عامل زي القرع انت راخر ايه ده لو سمحت مديني الاستمارتين دول مش فاضيه عندك الجندي يا لطة لو سمحت مديني الاستمارتين لا مؤاخذه ساعات البيه انت كده دايس على مصالح الناس ده مش مش كده يا بيه حضرتك انا هنداوي حسنين هنداوي واعتقوني بقى لوجه الله اعتقوني مش شغلتي دي يا راجل حرام عليكم حرام عليكم يا ناس بقى سايبين الموظف كله عليه المهموم دي كلها وانتوا قاعدين تتفرجوا ساعدوه يلا كل واحد يشوف شغل شغلانه يلا شوف شغل يلا يا ست مع السلامه انت اهو قادر يا ابني سلام عليكم سلام عليكم مع السلامه اشرب شاي وانا مضطر اسمع كلام المجنون ده ودي مش شغلتي انا خانجة ولا مانجا انت حاجه غريبه خانكه مش قلت ايه الجو رايق دلوقتي مضيل على السمرتين دول السمرتين ايه تموين بتوعكوا قال اول شهر طب وانا مالي امال التموين الله مش الامام بيه قال لك تمضي على الاستمارات انت عارف انه راجل مجنون وانا خدته على قد عقله هتصدقه برضو الله حقك هيصمك كل اول شهر زيك زي بقيه الزملاء حق ايه حقي في ايه؟ حقك في المعلوم تعال ايه اللي معلوم؟ افتح على الشنطه افتح الشنطه شوف يا خبر اسود شوف كل دي فلوس دي ميزانيه الدوله ايوه وكل اول شهر هتقبض المعلوم زيك زيهم قلت ايه؟ معلوم ايوه زي مين؟ زيك زي بقيه الموظفين يعني ايه؟ انا بقى حرام مرتشي؟ الله ايه العالم دي؟ درجات صار الدنيا فين المدير المجنون ده؟ اقول لك ايه؟ ادعوني البوليس ادعوني النيابة انا مش بتاع كلام من ده يا عم انت يعني ايه مش عايز تمضي؟ مش همضي همضي ايه؟ انا ما امضيش ما ينفعش همضي انا هخليك تمضي غصب عن بوسك بلا عندك عندي مين لخ بيتك هتشوف هتمضي انا هتمضي مش همضي انا بقول لك اهو انا ما كنتش عارفه كده وانا نفسي ما كنتش اعرف نفسي ان انا كده حيوانات الشنطة هنا بقيت هنا كل دي فلوس وايه الكشف ده تعال اقرا تعال شوف الاسماء دي من عليها لوطيها والاسماء دي موظفين بيشتغلوا عندكم هنا بقول لك دي من عليها لوطيها وبياخدوا رشوة كلهم كشف البركة بتاعهم وكل دي فلوس وبتقولوا مصر مديونة الله يخرب بيوتكم يا اولاد الكلب بعد ما عرفت ده هتعمل ايه هعمل ايه هدخلهم كلهم الظرف وهختم عليهم ومش هتنقل من هنا الا لما ادمرهم كلهم يعني تحط ايدك في ايدي احط ايدي في ايدك واحط صوابعي في عينين اي حد منهم يا ويلي منك يا علام يا انا انت وانا عايزه استلم طب استلم بقى الشغل بقى هموتك حياتك في الكفة والشدة في الكفة التانية ولا مالي بس يا معلم معلم انا معلم انا في البيت معلم بس انما هنا علام به يا طحش ماشي يا اسطى اسطى برضو
سيب رقبتي بس هتخانق. ما سيبش رقبتك الا ما تقولي الشنطه فين. بقول لك ايه، مش انا وانت حطينا الشنطه هنا ودخلنا خرجنا ما لقيناهاش. فلوسي فلوس يا ناس، فلوس يا عالم، فلوس يا خلي، فلوس يا هو. انا هروح فيك وفوقتك في 60 داهيه يا عم. ولا مالي اختي عندك، انا مراتك موتها زي ما انت عايز، بس امن على رقبتي. انا اللي غلطان. اوديك حكاية توفيق دي، اي واحد واحدة اسمها لاخ اسمه توفيق كنت بتجوزها. انا غلطان لما انا انتقم منك واخليك عبرة لاي توفيق تاني، فاهم؟ وعلى ايدك كله يا معلم. ليه تتعب نفسك عايز تقتل توفيق وتموت توفيق؟ انا عندي حل. ايه هو؟ اروح اغير اسمي واجيلك. تعالى. رايح فين؟ رايح فين؟ عاوز تسيبني في المصيبة دي لوحدي؟ لا يا معلم لا. الشنطة في كفة وحياتك في كفة. ماشي ماشي يا معلم، دي واحده يا معلم، بس سيب رقبتي ارجوك. مالكش دعوه بالرقبه، ركز معايا. عايزين تعال تعال. طب ارجع ارجع. توفيق، فاكر يا توفيق؟ توفيق اخو مراتي الاولانيه لما سرق مني ربع جنيه حصل له ايه؟ يقولوا القطر داسه. اهو القطر ده يبقى انا. فاكر يا توفيق؟ توفيق اخو مراتي الثالثه لما خد منديل كلينتس وسرقه من ورايا حصل له ايه؟ مات بالسم. اهو السم ده يبقى انا. وفاكر يا توفيق؟ توفيق اخو مراتي السابعه لما حط شويه كولونيا من ورايا حصل له ايه؟ ده بقى القطر داسه. القطر داسه. حمار عبده مات. اهو الحمار ده بنا. مبسوط من الحمار؟ انا هوديك في 60 داهية، لازم نلاقي الشنطة لان هدمرك، يعني هدمرك، فاهم؟ فاهم يا معلم. هلاقيها ان شاء الله يا معلم، بس اهدى كده وركز. هلاقيها ان شاء الله. هلاقيها ان شاء الله. هو فين؟ هي فين؟ هنا ولا هنا؟ هو فين؟ يا فين؟ صباح الفل بالله. اكرم يا رب. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي، الصباح الصباح يا جميل، الصباح الصباح يا جميل، وراحت عليك بدري بدري. كل الشبايب بتولد وراكني دم ربك. الله بص كده، مفيش حد يقدر. شفت موسيقى الزباله دي؟ جواك واحد عليك بدري. ايوه ما هو ده بدري عليك عليك بدري عليك بدري. ده بيتريق عليا، بيقول كان بدري عليك لقيت الشنطه وراحت عليك بدري. بيبقى هو معلم. وش هو؟ طب سلام. انا مثلا لما بعرف فن ايه اللي جاب شنطك بدري كده؟ ما انا لازم اجي بدري عشان لما باجي بدري عاوز الاقي الشنطه يا ابو الغلاسه يا ليل. ما حسيتش شتك هنا يعني، فجأة مش معناها. لا ده انا بيت هنا من امبارح، ما سبتش المكتب ده من امبارح. بيت في المديرية من امبارح؟ ايوه. الشنطة فين يا بركات؟ انت بيت بسبب المدام ولا بسبب شنطة ايه؟ الشنطة فين يا بركات؟ شنطة الفلوس بتاع مرتبات اول الشهر اللي بتقبضوها مني. يا هي مش فايت. الشنطة ضاعت. الشنطة بتاعتنا، شنطة الموظفين، شنطة المرتبات. مش شنطتكم انتوا بس، مش فلوسكم مرتباتكم انتوا بس، ده مرتبات كل المصالح اللي انا بديها المعلوم كل اول شهر. فين الشنطة يا بركات؟ فين الشنطة يا بركات؟ فين الشنطة يا بركات؟ فين الشنطة يا بركات؟ فين؟ فاكرها انتخابات؟ ساعة البيت. انا والله ما شفت حاجة، ما شفتش الشنطة ولا اي حاجة. ما حدش بينظف هنا غيرك يا بركات، ما تكونش شفتها ملقحه هنا ولا هنا ولا جنب عقب سجاره وانت مش واخد بالك لقيتها. لا لا يا بيه، لا الا كده، لا الا الناس دي مش واخد بالي. لا يا سعاده البيت، انا ممكن ممكن اهلب قرش من هنا ومن هنا وده عشان لقيت ولاد، لكن انا ابقى حرامي؟ لا انا ما بلاقي حاجه بسلمها لصاحبها واخد الحلاوه. انما مش حرامي، حتى اسال دموع عينيا، اسأل مخدتي، اسأل كل الناس. ايه ده؟ اسأل دموع عيني، اسأل مخدتي. اذا كنت انت طيب ما خدتهاش، تفتكر مين من الموظفين لقاها وخدها؟ ها؟ ايه؟ هيقول الكذب خيبة. الله، الموظف اللي اسمه الكذب خيبة خد الشنطة.
كويس او هاتولي الموظف ده. ممكن اكمل كلامي؟ هو ايه؟ انا قصدي الكذب خيبة، ما اقدرش اتهم حد. اتنين، ما اقدرش اتهم حق الموظف النتن اللي انا عينته. مش بقول لك يا سعادة البيع اكمل كلامي، انا قصدي ان الكذب خيبة وانا ما اقدرش اتهم حد بالسرقة. اه تفتكر كده حد لو لقاها ممكن يجيبها لي؟ طبعا. ايه؟ لا لا طبعا لا. حد في الزمان ده بيلاقي حاجة وين الكحة يا سعادة البيع؟ طمنتنا الله يطمنك. اسمع يا بركات. نعم سعادة البيع. ما نفسكش يعني بدل ما انت كده شكلك رمة ومعفن وشغال طلبات حلوة جاي رايح شاي جاي قهوة، تبقى انت معلم كبير كده وقاعد في قهوة ولا كافيتيريا ولا نايت كلاب؟ نفسي نايت كلاب يليق عليك. نفسي ساعة شكلك زي البندق. نفسك تقعد كده معلم كبير محدش يهزقك. ماشي اعرفني بقى مين اللي خد الشنطة وانا افتح لك النايت كلاب وتبقى قهوة بركات النتن. اسمي يجيب الدبان. انا تحت عمرك يا سعادة البيت. فتح عينك كويس، ترطق ودانك، افتح بقك، اقفل بقك، شمش بمناخيرك وهاتلي خبرها. فاهم يا بركات؟ هاتلي خبرها. يلا يلا فس هجيب لك خبر. طب روحك وحشاي. حاجة ساعتها دي. استنى بكرات. هات لنا كمان بطوم صليب. خلاص منها انت معلم. خلاص سك عشان. بس خد بالك بس على عينيك، شنفر لي مناخيرك، اتولي شويه وهات لي خبرها. انا ما احبش حد يشخط فيا. خلاص انا المعلم بركات النتن. الواد توفيق، ايه رايك فيها يا توفيق؟ ايه في ايه؟ بقول لك ايه يا معلم؟ نعم. ايه في ايه؟ ده ارهاب يا معلم. ده ارهاب؟ ده جربانه وكباب. ايه ده؟ بقول لك ايه؟ ايوه. يا ابني بتعمل كده ليه؟ صياعه يا معلم. صياعه؟ عاوز ايه؟ تقول ايه؟ انا شاكك في الواد ده. ازاي؟ شكله كده بيستعبط علينا. كل دلوقتي هنعرف كل حاجه كمان شويه. جود مورنينج. هو الراجل ده العجوز ده جاي يشوف يدور على ايه؟ على ايه؟ اكيد عامل تمويه. انا عارفه ده راجل مش عجوز ولا حاجه، ده عامل مكياج. انا فاهمه. فهو ايوه هو. هعمل معاه الطريقه 18. خش يا اسطى. ايه منور يا عم برعي. التلفزيون قايد ولا ايه؟ اهلا وسهلا يا عم برعي. هو سمعتك فين قبل كده؟ هو يا احلى من الشرف مفيش. هو ايه؟ هو ايه؟ ايه يا بركات؟ يا برعي. ايه يا برعي؟ جاي بدري كده ليه يا برعي؟ اعمل ايه يا ابني؟ انا طول الليل ما نمتش يا ابني. ليله امبارح ما جاليش نوم. ايه ده؟ تلاقي تنام هنا يا عم برعي؟ اسعى. ايه يا ابني؟ تلاقي تنام هنا ليه يا عم برعي؟ فيك من يكتب السر؟ ايه؟ فيك من يكتب السر؟ هو كاتب السر كده؟ ايوه. في مين؟ هو اكتب معانا. ايه؟ كاتمين السر كلنا اهو. ايوه. يلا بتقول ايه السر ده بقى؟ ايوه انا عشان اكلمك على الكنز. كنز ايه؟ كنز ايه؟ كنز ايه؟ كنز ايه؟ كنز ايه؟ بس اسكت انت. كنز ايه؟ كمل. في بنيات بالسر. في ايه؟ هو ايوه. في ايه الكنز ده؟ الشنطة فين؟ الشنطة؟ لا الكنز. الكنز ايوه. ماله كنز؟ الكنز اللي انا لقيته. الله اكبر. انتصرمت ايه؟ امال بقول ايه؟ بقول انت صرمه. انت صرمه. انت صرمه. انا صرمه.
الكنز في بني ادم سالم. لقيت الحاجة زي ما هي يا برعي. ايوه لقيته مليان فلوس، فلوس كتير 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 خالص. الله اكبر، حولت لحد تاني للحرب العالمية التانية. يعني انت اسكت، خليك مع الفلوس. ايوه اسال ليه يا عم برعي؟ فيك من هيك بس عملت ايه؟ قعدت فيهم. أيوة. لقيت فلوس كتير 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 خالص يا ابني. وليه بس بتعجبني يا عم برعي؟ كنت قلت لي انا واقول لك هم قد ايه تعدادهم. فيك من قد بس كمل لي بقى الموضوع يا عم برعي. ايوه هو هو بيعمل كده يا راجل. احلى من الشرف ما فيه. هو انت كمان لقيت كنز زي ليه؟ ايوه ده انت راجل هيجيبها لي الراجل البركه. بركه زي يا ابني برضه. انا تلاقي الراجل بركه لابس ابيض وابيض وماسك في ايده جردل. جردل ليه؟ بيبيع حاجه ساقعه. عرفت، يبقى انت لقيت الكنز في ميدان المحطه صح؟ إذا كانت في أي حتة نروح أنا وأنت نجيبها ونيجي على هنا خلاص؟ آه ماله يا ابني؟ وماله روح؟ ما تفكرنيش يا ابني. في إيه اللي حصل يا عم برعي؟ ما تفكرنيش يا ابني. في إيه؟ إيه التمثيليات اللي عاملها؟ ما تفكرنيش يا ابني. حصل إيه؟ وأنا بعد الفلوس يا ابني، وأنا بعد الفلوس والذهب والمرجان بمسك الفلوس وبقعها بإيدي كده. آه. إيدي خبطت في السرير. صحيت من النوم. فيك من ياخد مسار جميل هطلع عينك. فين انت من ده؟ فين يا ابني؟ ايه ده؟ كل ده وبتحلم؟ ايوه يا ابني انا عاوز الشنطه. وانا عايز اجوز بنتي يا ابني. اعمل ايه يا ابني؟ مفيش حاجه قدامي غير بنتي. انا احلم اصحى بنتي في دماغي، الكنز في دماغي. طب انا ممكن اجوز لك لو لقيت الشنطه، اجوز لك بنتك ان شاء الله، حتى اتجوزها انا. ايه؟ اتجوزها انت؟ ها؟ واختي اختي يا معلم. اختك ارميها بالجزمه، انت سبب كل المصايب، انت وقعت من الشنطه، سيبها اتصرف. ايه يا عم برعي؟ ايه؟ انا دلوقتي هكلمك على قد سنك. ايه على قد سنك دي؟ الراجل عجوز ده لئيم، هشتغل معاه شغله تانيه. اسمع اسمع يا عبد بضعي. ايه ده القمر الصناعي؟ يا عبد بضعي ايه يا ابني اللي يثبت لي انت ما خدتش الشنطه؟ احكي لي ابوس ايدك. خلصت؟ عايز اعرف الشنطه فين. ايوه يا ابني اقعد عليه الاول. لا تقعد عليه ايه؟ قول لي الشنطه فين. جنوبك ثواب، احكي لي فزوره اي حاجه. اقول لك نكته وتسيبني؟ ها 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 ها. عاوز انا الشنطه. ايه نكته تلف؟ انا عاوز ادور وتجيب لي الشنطه. حاضر يا ابني. يلا فين بني اكل بس بقولك ايه؟ الامام في مكتبه، اكيد اللي عنده الشنطه جوه، فاكيد احنا لازم نروح ندور عليه عنده. يلا يا معلم ده بيخاف. استنى. ايه؟ انا قبل ايه؟ قبل ايه يا ابني؟ اه يا معلم يا معلم. اه يا معلم يا معلم. خلاص خلاص هلحق المعلم، الاقي الشنطه وهبقى المعلم. بس انا ايه؟ هبهدل الدنيا. صباح الخير يا بركات. خير؟ وهيجي منين الخير بقى؟ قلت حاجة؟ نعم؟ قلت حاجة؟ لا 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 بقول لسيادتك صباح النور. يلا يا بركات روح جيب لي شاي عشان اعدل دماغي. وزعنا عشان تلاقي الشنطة. استنى! ايه؟ ايه؟ استني! ما تخطنيش على المكتب! المكتب ده انا لسه ما نظفتوش. مواعيد العمل الرسمية لسه. استنى! مواعيد العمل الرسمية لسه ما جاتش. يعني ايه تقصد ايه؟ يعني حضرتك جاية من بدري النهاردة مش عوايدك في ايه؟ ما انا طول عمري باجي بدري، اشمعنى النهارده؟ يا هاني انت جايه بدري ربع ساعه، لسه بدري ربع ساعه على مواعيد العمل. يعني اعمل لك
اسطوانه على بابا. ايه يا بركات فين؟ مؤاخذه يا فندم، يعني اصل انا لسه في حاجات عايز اعملها وقاعده مصالح ناس. استنى روحي وقعدي ربع ساعه في البيت، او اقول لك حاجه خدي عقده ما تجيش خالص النهارده. انت بتهزر ولا اتجننت يا ولد؟ مش بهزر، انا بتكلم جد، دي مصالح ناس عايزين نعملها وانا لسه ما نظفتش المكتب. المكتب نضيف اهو وزي الفل. يعني بتسميني المكتب والمتكدبين انا؟ ايه مالك؟ بلاش تروحي، انت انزلي لفي على البتارين يمكن يعجبك فستان بنولة بتاع تجيبيه وتريحيني. اولا السوق لسه قافل، ثانيا هجيب منين الفلوس يا حسره؟ ما هو ده اللي بقوله، ما انا لو لقيت اللي في بالي. ايه اللي في بالك؟ قول لي بقى. مش تستني ما اقول لك، هسلفك اللي انت عايزاه. والله؟ ايوه والله، بس سميني اللي في بالي. طب يلا يلا روح اعمل لي شاي. ما فيش ساي، استني قومي. مش هقوم. بقول لك قومي احسن، ما حدش يكلم الساعي بتاعه كده. عيب. لا ما تقوميش الا لما انا اقول لك اقعدي. بس احنا ورانا مصالح ناس عايزين نخلصها، فسيادتك تروحي عشان انا عايز اخلص تطوير. بركات انا هقعد هنا؟ بقول ولا هنا؟ ايه في ايه؟ ست هانم انا عايز اخلص تطوير. ايه؟ قصدي يعني اخلص شغل، ولما انا اخلص شغلي تيجي لا عليا وتخلصي شغلكم. ده انت باين عليك اتجننت. خلاص بقى يلا روح جيب لي شاي اشرب. اه يلا. عمري لا، بس على شرط. ايه؟ تقعدي هنا ما تتحركيش لا كده ولا كده، واي حاجه تطلبيها اتصلي بيا وانا هجيبها لك حالا. مفهوم؟ طيب يلا مش اجيب لك الشاي؟ اه اه. عايزه سلطه معاك؟ بقول لك امشي. طيب فتك قال ايه؟ عايز وزان عشان يدور على الشنطه براحته. ابو علوني لو لقيتوها. انا بقى المره دي مش ملوله من هنا الا لما استلم وظيفتي. ايه حبيبتي؟ انت ما حرمتيش من العلقه اللي فاتت ولا عايزه علقه جديده؟ الجدع فيكوا يا ربي، وانا المره دي هروح فيكوا في 60 داهيه. يمي خدتيني حراميه ومرتشيه وبتها كمان. انا حراميه ومرتشيه ولا هشكيكوا في الوزاره. هتقولي لهم ايه في الوزاره؟ ها؟ هتقولي لهم انا حراميه مرتشيه باخد رشاوي من علام الشندويلي عشان اتلعب في حصص التموين؟ انا بتلعب في حصص التموين ضمن مين علام الشندويلي ده؟ على ماما. يعني مش عارفه مين علام الشندويلي ده؟ لا معرفوش طبعا، واول مره اسمع الاسم ده. انت بتقولي ايه؟ ايه اول مره يعني؟ علام مين؟ انت كلامك غريب قوي، انا مش فاهمه عليكي. لا بنت حراميه مرتشيه وجايه تخش بقى وتقول ايه؟ انت بقول لك ايه؟ انت كلامك غريب، انت فاكراني مين؟ انا حراميه. بقول لك ايه؟ ايه؟ احترمي نفسك، انا مش حراميه ولا حتى استلم وظيفتي لما تقول عليا حراميه مرتشيه. ليه انت مش موظفه هنا؟ لا موظفه طبعا والوزاره بعتاني، لكن كل ما باجي هنا عشان استلم وظيفتي بتطردوني. يعني انت ما استلمتيش الشغل هنا؟ لا. يعني موظفة جديدة؟ أيوة، وبختي الوحش وقعني في مصلحة كلها مجانين. معاكي حق، هنا في مجانين بس مش كلنا. أنا عارفة. طيب هتساعديني أستلم وظيفتي؟ أنا زيك يعني موظفة صغيرة، بس الدور والباقي على الحيتان الكبيرة اللي هنا. طب ودور هنعمل فيهم إيه؟ اشتكيهم في الوزارة؟ ما أنا كل ما بروح الوزارة بيرجعوني تاني على هنا واتطرد تاني واتضرب. انا ممكن اساعدك حقيقي؟ اه بس على شرط. انا موافقه، بس المهم اني استلم. تسمعي كلامي وتنفذيه بالحرف الواحد. اسمع كلامك. ماشي ماشي، تعالي معايا كده نتدرب واقولك على كل حاجه. يلا بينا. يلا الشاي. الشاي راح فين بقى؟ لفتك يا بركات، خدت الشنطه وهربت وواحد الشنطه وضعت معانا. بقيت معلم ولا بقى؟ بس لا مش حاسب، هجيبها انا وهي وسامعها. مفيش حاجه في المكتب. اه يبقى اكيد الامام بيه ما خدهاش. وانت ايش عرفك انه ما خدهاش؟ مش دخلنا جوه يا ابو غفل وما لقيناهاش؟ ممكن حطها في حته تانيه. لا لا لا، انا سيبني افكر كده. احتمال يفكر معايا. ايوه فكر في هدوء كده يا معلم. تعالي. حسنات. حسنات هانم. حسنات هانم مالنا واحدة؟ انت رقيق قوي قوي يا علام بيه. مفيش انق منك، شايف النقة يا ولا؟
دي رقه دي؟ ايوه دي رقه. دي ورقه. اسكت نكمل المساء لحد ما نعرف فين الشنطه. ماشي. بدون حاجه؟ لا ابدا ابدا. في حاجه عندك؟ في حاجات كتير ومحتاجات بس مش قادر اصرح بيها، قلبي مكبول بيها. ليه مش قادر؟ ليه؟ قولها قولها ارجوك. قلبي سلامته مش مطوعني. ليه ليه؟ ماله؟ هو المساله متعملها بقلبك؟ حاسس بحاجه؟ بيدق كل دقه في قلبي بتسلم عليك. يا وحشني من زمان من نور عينيك. وده بقى من ايه؟ افهميني يا ست يا سيئات. ايه؟ يا حسنات. افهميني. هاتي الشنطة وانا اجوزك على طول. شنطة مين يا حبيبي؟ اوعى من وش كده. شنطة مين؟ انت هتستعمل؟ لا فوق نفسك يا حبيبي. سيئاتي. ايه؟ انساتي سادتي. انا هجيب لك كل حاجة، هجوزك بس انت جيب الشنطة. شنطة مين؟ قلت لك مش معايا سند. دور على فلوسك بعيد عني. اسمعي بس. مش عايزة اسمع حاجة. انت مش عايزة تتجوزي. لا بقى مش عاوزة اتجوز. طب ده انا انت هتتهبل عليا ولا من الضوء؟ انت على كيو مستنيه ان انا طول تتجوزي. انا هجوزك بحق وحقيقه بجد يا امام. بس على شرط. اسند زي ما انت عاوز. تجيبي لي الشنطه من هنا وتساعديني ان احنا نجيبها اجوزك على طول. من عينيا الاثنين. اتفقنا؟ لا مش ممكن قبل الجواز. توفيق التاريخ هيكتب لك اعظم وسام انك ضحيت. انا كنت حجز المصيبه لكن المصيبه دي اهون. مبروك عليك العريس. يا دي جميل وحلو يا انت حلو. ايه ده؟ ايه؟ يا معلم المصيبه عايز توعد فيها دي يا معلم. ولا انت ضيعت الشنطه ولازم ناخد في الفلوس تجيبها باي طريقه فلازم انت تضحي. اضحي بحياتي يا معلم. وايه يعني؟ وايه يعني ما تضحي بحياتك في دايه شنطه؟ احسن ما بهدلك انت واختك. بدون حاجه يا علام. بدبسهولي. ايه؟ بدبسكوا لبعض. خلاص احسن والله اطرد اختك عطيه من بره على طول. ما اقدرش اكلمها دي يا معلم. دي بص بالخير عامله ازاي؟ ما اقدرش. لا لازم. خلاص وفاء. هخش السجن. لا تتجوز. لا اخش السجن احسن. لا هتتجوز. انتوا بتتوشوشوا بتقولوا ايه؟ اسمعي يا حسنات، واحده واحده الواد ده هياخد عليك بكره ولا بعده وخلاص تتجوزيه. حنان. نعم. انا عاوزه تعملي فرح في اكبر جبانيه في البلد. جبانيه؟ على كده بقى اللي هيحيهولك المطربه سيفون. وانت تعملي زفه من اول الشارع انا اكله. انا هزفتك ان شاء الله. ايه؟ زفتك هتكون على حسابي وطالعه من عمر مكرم. مبروك عليك انا يا سي توفيق. يا ستار دي شبه العجوزه ام منار. بتكون حاجه؟ لا لا مع السلامه مع السلامه. مانيش دعوه بيك. ايوه مالكي صعبه يا معلم. خليني بس اوفي. الحق بقى الحق. اوفي اللي جاب كلامه. اوفي ايه؟ ما تيجي نتكلم عن التفاصيل. تفاصيل تفاصيل انت عايزه التفاصيل دي؟ لا بلاش بلاش تفاصيل. حياه والدك بلاش تفاصيل. خلصينا بقى واتكل على الله. التفاصيل بعدين ان شاء الله. يلا اتفضلي. لا والجواز. الجواز هيحصل بس بعد ما نلاقي الشنطه. ماشي يلا. انا هعرف لك كل حاجه عن اذنكم. عن اذنك يا سي توفيق. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. يا قلبي مع السلامه. مع السلامه بقى قلبي قلبي. خلصيني. مع السلامه احمد. اقولها يا معلم. اقولها عطيه. عطيه عطيه. مع الف سلامه. يا دي المصيبه السوداء. ايه ده كل الفيوزات دخلت على بعضيها كلهم مجانين هنا كده برضه معلم؟ ما كانش العشم ترميني الرميه السودا دي. كتب خلينا نعرف نجيب الشنطه هنجيبها منين. يلا يا رب يا ساتر. يا ناس يا عالم انا اتعمل فيا كده في ايه؟ وكل ده بسبب علام الشندويل. طيب يا علام اما وريتك. اقفل في بعض. مستحلف. تعالى اسكت. جاب الله يتعمل فيا كده وكل ده بسبب الشنطه اما وريتك يا علام. اهلا يا جاب الله. علام ايه ده؟
تعالي تعالي يا حبيبي تعالي. ايه علام؟ ايه في ايه؟ انت لقيت الشنطه؟ الشنطه ايه؟ الشنطه فين يا علام؟ الفيلم العربي اللي انت عامله ده ما يخلش عليا انا يا علامه شندويش. في ايه انا؟ انا بقول لك عاوز الشنطه، فين الشنطه؟ عارف انا جرالي ايه بسببك؟ بسبب انك انت ما خدتش المرتب مش كده؟ ايوه. حصل ايه؟ حصل ايه؟ ايوه حصل بلاوي يا استاذ. انا برجع بيتنا كل يوم واخر الشهر اروح على الناس الاقي الناس في الحاره متهيانه. ايوه واقفين على الصفين. صف يمين صف شمال وصف شمال. اجي داخل انا ومعايا المرتب في جيبي. يحيوني ويقولوا لي يا جاب الله يا جاب الله، ادينا اتكل على الله. بالظبط ده اللي بيحصل. كمل. ادفع باليمين وادفع بالشمال كويس واوصل لغايه البيت عند المدام. عند المدام، ودي بقى التفاهم معاها سهل جدا لانها بتقول لي اطلع بره يا نتن يا جربان يا معفن. اطلع بره ايه؟ جاي تدي الناس الفلوس وجايني سحت محت كده جاك والاسى في دماغك لما تعورك وتنزل دم. علام. نعم. انت تعرف مراتي علام؟ لا. هي دايما تقول لي يا نتن. ايوه ايوه دايما تقول لي يا نتن يا معفن. هو لا بسببك بقى رحت الحاره. الحاره لقيت الناس واقفين على اليمين وعلى الشمال. عشان انت ما قبضتش. عملوا عشان ما قبضتش. عملوا فيك ايه؟ دخلت لسه بقول لهم معلش ما كملتش بكره، لقيت كلهم بصوت واحد الله اكبر حي على الجهاد. ايه ده الحرب قامت؟ الحرب الحرب قلم بتبقى بين جيشين، انما حرب انا بين الحاره وبيني انا فرد واحد اعزل لوحدي. مدت ايديا بالسلام، مد ايدهم بالاعلام، قعدت اقول حرام ويضربوا بالشلاليت. قعدت اصوت 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 اصوت. هاي هاي انا معجب بالمشهد اللي انت عامله ده. مشهد ايه يا علام؟ امال ايه؟ ده اللي حصل في الحاره يا علام. حصل ايه؟ هو ده اللي حصل لي. وبعدين؟ شالوني شالوني كلهم ما اعرفش ازاي وطلعوني فوق فوق. مراتي عايزه ترميني من البلكونه بتضربها، ماسكه الشبشب في ايديها والناس تحت مرمومين في الحاره يقولوا بصوت واحد كفايه حرام كفايه حرام كفايه. انت انت شبه محمود سعد وحياه امي. الفلوس الفلوس فين يا علام؟ فلوس ايه يا ابني؟ فلوس انا؟ انت بتسالني انا؟ امال فين الفلوس يا علام؟ ابوس ايه ده؟ الفلوس الشنطه ضاعت وانت عارف. المرحله التاريخيه دي مش هتعدي على خير. ان هي ايه؟ لا بيان الى الامه ايها التاريخ، سجل في نوته. نوته جاب الله جاب الله جاب الله. اكتب في النوته يا تاريخ ان هذا الموقف لن ينتهي على خير. بيان الحارة رجع لك يا حارة الغم وهدمرك يا مراتي هدمرك يا مراتي. ماشي هدمرك. انا اشكرك جدا والبقية في حياتك. انتهى الموقف على كده وانتهى البيانات وخلاص الموضوع على كده انتهى وانا شاكر افضل. مش هتقول اي بيان؟ لا ولا بلي بيان. لا اقول بيان بعد البيان اللي زفت اللي دوت. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. معلم الشنطة مش لاقيها يا اخي. صحيتني من احلى حلم. احلى حلم ايه؟ انت كنت بتحلم ايه؟ كنت بحلم قابلت واحدة حلوة وديتني معاد وانا اروح استناها. لا بقول لك ايه، اصحى من النوم مش عايزين نستناها. خلاص البوليس قبض عليها. يلا يا رئيف. هنداوي. رئيف تخش يا هنداوي. جو امان؟ امان يا هنداوي. الحمد لله. ايه الاخبار يا هنداوي؟ اللي اخرني اصل انا جاي ماشي. ولا ماشي حبيبي؟ ما انت عارفه الاتوبيسات ومشاكل الاتوبيسات، وياما حكيت لك على اللي بيحصل لك في الاتوبيسات. عايزاني اجي راكب اتوبيس؟ طب كنت اركب تاكسي. وليه الاحراج ده؟ ايه ليه؟ واحد معاه شنطه مليانه فلوس ما يركبش تاكسي؟ ايوه بس الفلوس دي مش بتاعتي، امد ايدي عليها ازاي؟ انا بقول عنك انك انسان شريف يا هنداوي. انا ما حلتش غير الشرف والفقر والجدعان، حلت غيرهم؟ ما حلتش غيرهم. قول لي بقى وديت الشنطه فين؟ وديت الشنطه فين؟ خبيتها في مكان امين ولا الجن لحظه يعرف مكانها. برافو عليك. وناوي تعمل ايه ها؟ ما تخافيش عليا. انت خايف عليا؟ خايف عليك قوي قوي يا بنت. يا بنت طب داري مشاعري خفي. انا خايف عليك قوي. مش قادره مش قادره. وانا كمان مش قادر. صحيح
والله مش قادر اخبي عليك. طب قول قول يا هنداوي. اقول اقول هما هيمدوا لي طلب بتاع امي امتى؟ هو ده اللي انت عايز تقوله؟ لا بصراحه في حاجه تانية بس انا مكسوف اقول. قول يا هنداوي قول. اقول قول. هما الموظفين اللي هنا ما جوش ليه؟ الموظفين اللي هنا ما جوش ليه؟ ده انت تجنن. والله ده انت اللي تجنن. صحيح. ايوه طبعا. اقول ايه بس؟ قول. اقول ايه بس؟ ايوه يا عم بتاع القول والطعميه. وده وقتك؟ ايوه وقته ستين وقته. لا بقول لك ايه؟ نعم. لا خف شويه سيبك منها وخليك معايا انا. ابو سيدك تعالى لي انت بالذات انا عاوزك. خليك معايا انا بقول لك اهو. لا ايه؟ الظرف ده بتاعي. لا ده بتاعي. لا ده بتاعنا. لا الظرف بتاعي. الظرف بتاعي. بتاعي. بقول لك الظرف بتاعي. ده بتاعنا. لا ازاي انا عارف ان الظرف ده بتاعي؟ ازاي؟ كان بتاعي بقول لك. لا لا الظرف ده بتاعي انا. اخد الظرف. ده بتاع هنداوي. سيب الظرف. هات الظرف. سيب الظرف. هات الظرف. هات الظرف. هات الظرف. هات الظرف. المدير المجنون ده عمالين تلعبوا اثناء العمل الرسمي وما بتلعبونيش معاكم ولا المدير. انت تافه تفاهه. بقول لك ايه؟ اتفضل. انت جاي تلعب ولا جاي؟ الراجل دخل الصف بتاعي يا حبيبي. انا زمان كنت بلعب لعبتين. ايه هم؟ كنت بفهم في الصعيد. ايوه في رمي الجلده اعرف وعني على طول. والحاجه الثانيه كنت بطل كمال اجسام. كمال اعصاب. ايوه كمال اجسام. في ايه مالك؟ الظرف معاه. خلصونا هاتوني ايه على امام. متأكد؟ ايوه متأكد. نعم. نعم يا مراد خالد. نعم. رب بقول لك نعم يا مراد خالد. يا اخي وعاك عارف العيلة بتعمل الظرف يا لها. يا مراد خالد الظرف ده بتاعي انا والراجل ده هو اللي رامي بلاه عليا. كده يا علام كده ترمي بلاك عليه. الراجل بيقول معاه حاجة. معوش حاجة ايه؟ الظرف كان فيه لقطة العيادة. انت عميت؟ ولا؟ نعم يا عمتي نعم. هات الظرف. يا عمتي فهميني الظرف ده بتاعي انا مش بتاعي هو. ايه يا علام؟ ايه يا علام؟ الظرف بتاعه هو مش بتاعي انا. طب يقولي في ايه الظرف ده وانا اقول لك على طول. طب خرجوا الموظفين وانا اقول لكم على الظرف. طب شوف حالك. يلا مع السلامة. يا ست انت يلا مع السلامة. يلا يا ست انت يلا. يلا الصف بتاعي هاتولي. بص خليه يقول الظرف ده فيه ايه وانا اقوله. قول يا علام. لا هو يقول الاول. قول. اقول لحضرتك. اتفضل سيادتك. الظرف ده بتاع عم في شكاوي اللي انا مقدمها للمسؤولين وخادمهم مبلغ لرئاسه الجمهوريه. قله ادب. قله ادب طبعا. طبعا يا بيه. وده الطلب بتاع امي. او اقرا إيه سيادتك اسمها ايه؟ سنيه عبد الفتاح. المرعشني. ايوه المرعشني. ايدي رقاصه. لا المرعشني. ايدي. لا سنية عبد الفتاح المرعشني اصلها مولوده في السد العالي في اسوان. ام الله يرحمها. ومالي؟ مالي. وانا مالي؟ يا سعاده البيع عايز انزل اسمها من البطاقه. تنزل اسم امك؟ اهو خلاص. مره ثانيه امك. اهو. عارف كده؟ كان في موقف قبل كده بالمنظر. عارف كده؟ قبل ما ادخل. بتقطع بتاع امي دي رحمه. يلا يلا ما مسخره. طيب. اطلع برا. خلاص سلام عليكم. لا طلع برا على فين؟ اما لقى الشنطه والظرف ده بتاع الظرف اللي معاه الشنطه. الظرف ده بتاعي. الظرف ده بتاعنا. انا ما اعرفش اي حاجه عن الشنطه. يلا برا. انت بتقول لي برا انت معايا ولا معاك؟ اسمع انا المبنى كله محاصر برجاله لو طلعت هتضرب النار. ايوه يا معلم. اقف يا جدع. Thank you.
لا مؤاخذة أنا زهقت منكم، أنا رايح ألعب أتاري. راح فين؟ طب أنا هخرج وأشوف الجو بره. ها؟ وطمنيني. هنداوي؟ نعم. قول. ضعيفة أنا. أنت إيه؟ طمنيني بس وبعدين أنا حابة أقول. صحيح؟ صحيح. زي العسل. انت لسه هنا؟ ياما يا خبانيس ودنين. اه لسه هنا، يعني انت مش شايفاني؟ لا مش شايف. ليه عميتي كمان؟ اه مناخيرك وعينيكي ضاربين. انا حقنة بقى هنا كده. شريف واقفه معانا عداء، تعال. هنعمل ايه؟ هنوقف الخطه دي. تعال. طيب اوعي تقوليلي. هنروح نعمل الخطه ونيجي عشان ها؟ يلا. خنفه وعبيطه كمان. ايه يا اخويا العالم المجانين دي؟ وبعدين هتتصرف ازاي؟ هتعمل ايه يا هنداوي؟ حاجة ما ندخلي على الاخر. حاجة ما ندخلي على سعادة البيت. تعال شوف الاهمال والتفايل. سعادة البيت؟ ايه يا جميلة انت جبت مين؟ انا دخلت خلاص. ايه مين ده؟ ده هند. ايه مين ده؟ انا هنداوي سعادة. تعال هنا. تعال. نعم. تعال هنا. نعم بيه. اوقف هنا. اوقف عند الولد دي. اوقف هنا. طيب تكلمش ولا كلمة. حاضر. اسكت. انت مش عارف انت بتكلم مين؟ لا مش عارف بكلم مين. بكلم مين؟ مش عارف. ايه مش عارف؟ حضرتك مفتش الرقابة جاي عشان الخروج عن النص؟ لا عشان الخروج عن المطلقة. اه المطلقة. جاي لك هنا انت بالذات. ليه يا سعاده البيه؟ حاضر يا سعاده البيه. انا هفيدك. ليه يا بيه؟ ابقى ازعل. في ايه؟ هشحورك خالص. انا عملت ايه يا سعاده البيه؟ فهمني. الله ازاي يا استاذ الانسه تيجي لك هنا عشان تستلم وظيفتها تقول لها روح الوزاره على شاري بصك؟ ويا ريت ويا ريت على كده وبس يا سعاده البيه. اللي عندهم هنا واحده مجنونه كل ما اجي تمسكني تضربني. صوت يا سعاده البيه وبتقول ما بيضربوا هنا. اه اللي يسال الضرب بيضربه ومكسر له عظمه كمان. اه اسكت. طيب حاضر. وقف لو ده واحد زاد. اسكت. انا مش هسكت. انا هسكت هذه التصرفات. انا هشحوته. انا هفيدك وهبوظك. انت فاهم؟ هيضربوها اه. واللي تقول لها روح اتجوزي. ها انا هبهدلك. قال له ليه يا شاب؟ نعم. انت ما اتجوزتيش ليه؟ يا سعاده البيت مش موضوعنا، خلينا في الوظيفه بتاعتك. لا بس ممكن يعني يبقى موضوعنا انا وانت. يا واد يا حبيب حلاوتك يا صاير يا بلدير وانت. ايه يا عم؟ ايه يا عم الحلاوه دي؟ ايه ده هتسيح؟ 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 هتسيح يا بيه؟ واقف مع الوش هتسيح؟ مفيش اي حاجه براحتك يا بيه. انت عارف انت بتكلم مين؟ بكلم مين يعني؟ انت مين انت؟ الا انا مين؟ انت تطلع ايه انت؟ يا سعادة البيه خلصوني عايزه استلم وظيفتي. هو فين؟ هو فين؟ هو ايه ده؟ راح فين هنا؟ هو ايه يا بيه؟ هو فين؟ بتدور عليه يا بيه؟ فين هو؟ قول لي وانا اجيبه لك. مكتبها مكتبها اللي هتقعد عليه فين؟ مكتبها؟ وانا مالي امال مكتبها؟ بتكلمني انا ليه؟ الله هو انا موظف عندكم؟ انت مش موظف؟ لا انت عادي كده واحد من عامة الشعب وبتكلمني انا؟ فيها ايه؟ عادي كده وبتكلمني انا من غير عباره رسميه. اتفضل يا استاذ اتفضل شوف مصلحتك. اتفضل. انا جاي يا صاحبي. انا جاي هنا عشان اعمل الطلب بتاعه. هتقولي الفات مش من وزاره، هتقولي وزير التمويل يعملوا لي الطلب بتاعه وانا امشي بس. قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله. الناس ما بتجيش بالذوق. اتفضل. بدل ما تشطر عليا الشطر على الموظفين بتوعك. موظفين؟ موظفين من؟ بياخدوا رشاوي من عليهم الوطير. بتقول ايه؟ انا عندي هنا موظفين ياخدوا رشاوي؟ اهانة اسحبها. نسيتك مفتش الوزارة؟ ايوه. وانا معايا المستند. مستندات ايه؟ اتفضل يا سيدي. ايه ده؟
ادي الكشف بتاع اسامي الموظفين. كشف بتاع ايه؟ اسامي الموظفين اللي بياخدوا رشاوي. اول واحد فيهم حمد الله خليل المنشار. حمد الله خليل المنشار، مش ملاحظ ان الاسم ده مش غريب على حضرتك شويه؟ يعني ايه؟ انا حاسس انه قريبي، حاسس ان انا اعرف الاسم ده. يعني تعرفه سيادتك؟ اخلص اخلص، انا ليه قرايب مرتشين؟ اسكت يا سعاده البيت، يا سعاده البيت، مش حضرتك برضه اسمك حمد الله خليل المنشار؟ ايوه انا حمد الله خليل. يبقى حضرتك اول اسم في الكشف. اتفضلي شاطره، اتفضلي على الوزاره. اروح الوزاره ولا اللي جايباك عشان تنصفني وتسلمني وظيفتي؟ يا مرتشي ربنا يخليك يا سعاده الباشا. حرام عليك، انا عندي عيال. استر عليا ربنا يخليك عشان خاطري. استر عليك، ولما استر عليك الناس هتستر عليا انا ازاي؟ عشان خاطري اعتبرني عيل وغلط. هو اسمع، في حد هنا عرف بالموضوع ده؟ ما حدش يعرف غير الامام. لا الامام عادي، حرام اكتر مني. بقول لك ايه، حد تاني غير الامام يعرف الحكايه دي؟ هو لحد دلوقتي ما حدش يعرف. امال ايه؟ بس انا هنشرها في الجرايد وهبلغها للتلفزيون وهتبقى بضحيتكم بجلاد. ابوس ايديك وابوس رجلك، حرام عليك عشان خاطري ومصالح الناس اللي بتضيعوها. عشان خاطري اعتبرني عيل وغلط. اتولي يا اخي اتولي، اكبر لي، كبر مخك معايا، اسمعني عشان خاطري، عشان خاطري استر عليا. لا لا انا اسف جدا، اسف. يعني ايه؟ زي ما بقول لك كده، الورقه معايا، ورينا هتعملوا ايه؟ كده؟ ايوه كده، هتشوف انا هعمل ايه؟ انا داخل الامام بيه جوه، وهرجع ومعايا الحل، هتشوف، هرجع ومعايا الحل، وهوديكم في ده، عارف ايه الحل؟ الحل في الحبل. انا هجيب الحبل. حاجة غريبة أوي، ناس ضعيفة النفوس، أما يبقوا متمكنين يبقوا متفرعين ومحدش قدهم، وأول ما يكشفوا يعملوا زي الأرانب. طب وليه بس بتحطوا نفسكم في المزنق ده؟ لا لوها في المثل، امشي عدل يختار عدوك فيك. كمان عنب هنا جنبي. يا ناس يا عالم اللي هنا الحقوني. وبعدين بقى معايا يا ولد. ايه ده؟ ايه ده؟ والله لو كشفت يا مجرم. يا جدع يا جماعة سيبني يا هزام. حسام براحتك. انا عملت فيك حاجة؟ يا سلام، هترمي ملك عليا؟ اه يا ابويا كده. اوعي 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 كده، في مكتب حكومة النار والنهار كده. وانا اقول يا ربي حروفها باظت من ايه؟ تعالى تعالى يا سعادة البيت. لا سيبك يا سعادة البيت. انا عارف انا عارف ايه، انا بوظت حروفها ايه؟ يعني انا اعتديت على عقلك كاتبة ايه؟ مش عارف ايه بس النار والنهار بس. هي دي الخطة بقى، ايدك بايدي عليا وعلى الوظيفة دي وانا مش لاقية مكتب اقعد عليه، ولا ورقة احط عليها لمدتي، وكأني مش موظفة معاهم ولا حد راضي يكلفني بأي شغل. ايه؟ جناية. مالك في ايه؟ دي نسهان. حصل حاجة؟ حصل حاجات وحاجات. ايه؟ ده مكتبك؟ لا. الاوراق اللي عليه دي تخصك؟ لا. يبقى مش من حقك تقعدي على مكتبك. امال اقعد فين؟ تقعدي على مكتبك بقولك. ده ما صرفولكيش مكتب، لا بيصيبك الدور، اما يصرفولك مكتب تقولي عليه. طب هيصرفوه امتى ده؟ الله اعلم. طب ومن هنا لحد ما يصرفوه انا اعمل ايه؟ اعملي محشي. محشي؟ يا ريت. اعملي اي حاجه، يعني كوني اجازه بدون مرتب. وبعدين لما يصرفولك المكتب اقطعي الاجازه وتعالي. ده اسمه كلام، ولا لحقت استلم الوظيفه
الوظيفه لما تقول لي خد يا جدع. والله ده مش شغل بقى، افرضي ورقه راحت كده ولا كده من على اي مكتب من المكاتب دي هتبقى مسؤوليه مين؟ انا هقول لك حاجه يا بنتي عشان ما تضايقيش نفسي. روحي. اروح؟ برضه هيرجع يقول لي روحي؟ ده معقوله يا ناس اتعلم وادرس واتعب لحد ما اخد شهادتي عشان اتوظف ولما استلمها ما الاقيش وظيفه اشتغلها؟ يا ستي ما احنا ما فيش في ايدينا حاجه نعملها. لا في ايدينا حاجات كتيره لازم نعملها، فيها اهمال وتسايب. ايه ده؟ هي البلد دي ما تهمش حد؟ جريمه تانيه. ايه هي؟ الكلام اللي انت بتقوليه ده خطير، لو اي حد سمعك ممكن يودوكي فيها ورا الشمس وتروحي في 60 داهيه. انا عايز انصحك يا بنتي. يا ريت. روحي. ما تقوليش روحي، انا لو مشيت من هنا اروح اشتكيكوا في الوزاره. وزاره؟ ايوه. مش هيسمعك في الوزاره، انا هقول لك على المفيد. قولي. روحي. اوه كلام غريب قوي، روحي يعني. انا هقعد على المكتب ده ومش هقوم من عليه. ممنوع ممنوع. هنفضل نقول لك ممنوع 100 مرة؟ دي مكاتب ناس وكل واحد مثبت على مكتبه، أي واحد لن يسمح ليك إنك تقعدي على مكتبه. طب والعمل؟ أنا هقول لك على حاجة تخليك. بصي يا ماما. روح. مش هروح مش هروح. ما هذا الهراء؟ إيه مش هروح دي؟ أنت قلتي إيه يا بنت؟ بقول مش هروح. لا هتروحي هتروحي وخدي هتروحي. معقولة؟ حضرتك أنت بالذات تقول لي روحي؟ شوفي أنت من يوم ما جيتي علينا ووشك شوق يبقى لازم تروحي، المشاكل كترت. أنا موظفة زي زيك هنا ومش ماشية. بركات بتقولي زي زيك، بركات بتقولي زي زيك. معلش يا سعادة البيت، طش يا بقى. قولي من وشه السعادة، معلش يا سعادة البيت سامحها عشان تخسر. سامحها؟ يعني إيه سامحها؟ يسامحني يعني إيه؟ هو أنا كنت عملت له حاجة عشان يسامحني؟ بركات مصر على الغلط، لازم تروح. مش هروح. مش هتروحي؟ لا. أنت بتحولنا للتحية يا نساء. أنا؟ أيوة متحولنا للتحية. بمناسبة إيه بقى؟ بمناسبة عيد الأضحى. يا بيه عيد أضحى إيه؟ هيا بركات. مالها؟ بمناسبة إهمالك في عملك والشكاوي عندي في من الجماهير على المكتب. عجيبة والله، هو أنا لحقت أستلم شغلي لما يقول لي إهمال وشكاوي؟ يا حضرة المستشارين، يا حضرة القضاة، لقد اعترفت المتهمة بأنها لم تشتغل أبدا، أطلب لها الرفض مع العدل والرفض والشنطة مع العدل. الدفاع عشان خاطر سعادة البي، معلش خليها عندنا المرة. لا أبدا أبدا، خليك في مكانك أبدا. خلاص خلص. هو أنا كنت عملت له حاجة؟ ده ده بتقول علي ده؟ بركات بتقول علي ده؟ دي إهانة، سامع؟ معلش. تشير إلى رئيسها وتقول ده؟ شوف لا لا، ده أنا هوديها في داهية. ليه بس؟ وهوديك أنت وأهلك كلهم إن شاء الله. إن ما شيبتك يا جميل ما بقاش أنا. إن ما شيبتك. سعادة البيه البلد محتاجاني. محتاجاني؟ لا حمار محتاجاني أنا؟ لا، البلد عمرها ما كانت محتاجة لواحد زي ده. زي ده؟ أنا عارفة هما ساكتين عليك إزاي في الوزارة. بركات تعالى تعالى اطلب لي الرئيس متقال. نعم الرئيس متقال على التليفون. انا قربت اخلص صح عشان يحل المشكله. ايوه طب حاضر. يلا نعم نعم نعم. بقول ايه يا ريس؟ ايوه معاك الخط. بقول ايه يا متقال؟ ايوه عايزك عايز اكلم امك. في ايه؟ ايه ده؟ ايوه لا بقول لك ايه بلاش مشغول. بقول لك ايه؟ اطلب لي مراتي على التليفون، هي اللي هتيجي تربيها. لا لا بلاش المدام سعادة البيه ارجوك. ليه؟ معلش انت فاكر لما جت المره اللي فاتت ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ بس سيادتك قعدت فيها في المستشفى 8 اشهر. يا طب بلاش مراتي، بس هي هتيجي تربيها. ايه ده؟ انا قاعد على الحراره. انا همشيها لك. يلا يا ست يلا يا ست مع السلامه. اتفضلي. انا مش منقوله من هنا لما استلم وظيفتي. يا سلام. ايوه وعايز اخد كل حقوقي الوظيفيه. ايه ده؟ عايز حقوقك؟ ايوه ومش هتنازل عن حقي منك. انا اسف يا هانم. ايه يا بركات دي بتقول لك عايزه كل حقوقي؟ هي مراتك؟ انت موظفه جديده وجايه هنا ليه؟ عشان استلم وظيفتي. لا يلا برا، لما تبقى في تعيينات هنقول لك. شكلك مش عاجبني يا ساتر. مش همشي غير لما استلم وظيفتي. انا وبعدين بقول لك ايه، انت عمال تغلط فيها من الصبح.
ما تغلطش. ايه الارقام؟ ايه انت قاعد تيشا؟ لا لا محرك ربك. ايه يا حبيبتي؟ ايوه حبيبتي. تشيل الملايه؟ لا بص شوفي بتكلمي مين؟ لا ما تقول لك حاجه. ايوه قدامك حيطه ما تعرفش تتكلم انت. هدي اعصابك بس يا محرك. انا هديها. ايه مالك؟ هديها هدي اعصابك انت. سيبني اوريها. خليك بس. سيبني اوريها. ايوه انا عايزاك بقى توريني شغلي. اما جاي يا هانم اوعى بقى انت. لا. لا مالكش. ايه يا نعم. هو انا كل ما هديه تشعل ليها. الله ايه وعدك العيل ده؟ ولا مين العيل ده؟ تعالى انا قصدي هديه. تعالى سيبني سيبني انا هفرجها شغلها. بس انا بس سمعت البيت. الشنطة في العتبة. الشنطة مع الهنداوي. هنداوي فين الهنداوي؟ انا عايز بقى احرق الدولة. الهنداوي ده مش ميدان. انت هتروح هناك ميدان هنداوي الشنطة بتاعتك. ده ايه ده؟ يا عالم ركزوا معايا. فهموني. ايوه. الشنطة مع هنداوي ولا هنداوي اللي مع الشنطة؟ اهلا بيك سؤال وجيه قوي. ده اجباري. يعني عايز اقول لك حاجة. لا. اكتب لك اهداء. حضرت ولا ما اجيلك؟ يلا باين على مشاكلك. بقول لك ايه؟ نعم. الشنطه مع هنداوي مش هنداوي اللي معاه الشنطه. يا سلام. حرام عليك يا روما. ارفقي بفتاك الشاب. ترفق بيه؟ اللي مخه بقى ضاق طرب وكباب وهوديكوا في داهيه يا صنف الارهاب. في ايه؟ في ايه؟ انا عايز الشنطه. لا انا ماليش دعوه. ولا انا. ولا انا. الله. حد كلمك لا ده انتوا كلكم مجانين وفي مستشفى المجانين وهوديك في 60 داهية. ولا توفيق تعالى. روح يا توفيق. ادي جاب الله 1000 جنيه عشان يتكع الله. هيدي لك 1000 جنيه يا معلم. كده وكده كده وكده. 1000 جنيه كده وكده. ما تولعش. خلاص يا جاب الله. مشكلتك اتحلت يا ابني. نعم. هتتجوز هنومه. هنومه هتتجوزها. هنومه ابعت شيل الخنجر ده. ده ولاعه. ولاعه خنجر. الزمن بيتطور. بيتطور. ايوه. ابعد عن سكه الحديد. قدامك اهي هند رستم وفريد شوقي لما اختار اهو. ده فريد شوقي؟ ايوه. ده فريد شوقي؟ انت استاذ فريد؟ ايوه قبل ما يتنفخ. الاوتوكار. الاستاذ فريد شوقي. ايوه مش انا شوقي. انك ولا مالك؟ سيبك يا استاذ. اتفضل. ودي هنومه. بيان رجع لك يا حاره الغم. الى كل من ضربني على رفايه بالالم. الى كل من ضربني بالشلوط والجزمه ما طلعتش. رجع لكم وهربيكم كلكم. يا تزحلق في خسرة الموز. هو ضرب ولا ايه؟ جاب الله اتجنن. هو اللي اتجنن. انا هنا هتجنن دلوقتي. ماله جاب الله؟ بس رفعتك عريق في الجنان. يا دي الحسن يا دي الحسن. وسوء مستوى عالي وصاحب كفاءة في مستشفيات الامراض العقلية. طبعا. عايزك ايه رأيك ايه في الاخ يا جاب الله؟ والله ايوه انا رأيي بعد ما كشفت عليه ايوه اني انا حوديه مستشفى مخصوصة. انا ليا اقتراح احسن من كده. انت ما تقولش اي حاجة عن اديلك. استنى اقتراح. اتفضل. سيادتك تروح اي مستشفى امراض عقلية. ايوه. خليهم يكشفوا عليك وتكشف انت عليهم. أيوة. لو عجبك الحال نبعته ليك بعثة تقعد انتوا الاتنين سنتين تلاتة. انتوا سبب كل البلاوي. ماشي. ونونس بعضينا. ايوه تونسوا بعضينا. ونتونس بيك. ازاي؟ ده انت زي الوردة. سلام عليكم. من بيه؟ ايه؟ كلم. انا مش امام بيه. انا علام بيه. انت امام بيه؟ انا انا اخبطوني والله. عرفت عرفت انك انت استاذنا. ايوه طبعا. سياده الوزير عايزك على التليفون. فاضيين ولا بقى؟ بلاش نلعب ونروح للوزير والغفير. يلا سياده الوزير.
وزير على التليفون، هسيبه قاعد على التليفون لحد ما يشيط وانا ماشي. يلا يلا ورايا يا علام، يلا وراك. كويس مفيش حد، تعالوا الجو امان. دم رايفة الجو امان؟ امان امان ولا لو؟ امان امان امان. الحمد لله مفيش حد هنا. لا اكيد هم هنا، هم هنا، بس انا خايف عليك من ده. خايف عليا؟ وعايزاني ما اجيش بعد اللي حصل فيا وما اجيش؟ ده انا اللي جرى لي عمره ما جرى، ده انا عمري ما دخلت الاسم الا عشان اطلع بطاقه او ما ادخل الاسم في تهمه زي دي ومع واحده زي حسنات، الا لو حكيت لك على جرالي. جرالك ايه؟ من اول الشاويش اللي واقف على باب الاسم لحد معالي البين مامور. يا جبان تك على قفايا يا خراب يا ندل يا سعادة البيئة. ابدا انا ما عملتش كده، شفت اللي ما شفتوش. يا حرام. الا اذا دخلت الاسم التاني ومتهم في واحده بس زيك تبقى مبلوعه شويه. يا ريت ما شفتش اللي حصل بقى اول ما شافوا حسنات. حصل ايه؟ حسنات دخلت الاسم هلت عليه كده، كلهم وقفوا طابور وابتدوا يعيطوا ويبصوا. ليه؟ حقك علينا يا ابني. انت ضحيه يا حبيبي، انت لازم ترفع قضيه تطلب فيها رد شرع. اداني افراج بضمان هدومي وخرجت وجيت الحمد لله. مسكين يا هنداوي. بس انا مش حاسبهم، لازم نحط ايدينا على الدفاتر والمستندات اللي فيها التلاعب عشان نوديهم في داهيه. طب ودي هنمسكها ازاي يا استاذ هنداوي؟ كله في ايدي الامام. ايه يا هنداوي؟ لا ده هي بتقول لي نمسكها ازاي، بقول لها نمسكها كده. طبريني والله ما طبريني والله. تطلع على قبري. لا بعد الشر عليك، اطلع على قبرك. لا قبرك هيبقى محور. لا والله تقبريني والله يا حرامي. اكيد الامام بيه هو اللي عنده المستندات دي. طب لازم نفتش مكتبه، بس ايه الطريقه نخرجه من المكتب بقى؟ لازم ايه الطريقه؟ بس ايه لقيتها؟ طب انتوا عايزين تطلعوه من المكتب؟ اه بعض ناميت كده وعلى الباب، بس الورق يتحرق كده. لا ما تنفعش. ايه بتهزر؟ بص يا جميله بص عليهم كده شوف. اشوف. طمنينا ايه الاخبار؟ ياه ده الامام وبركاته علام قاعدين عمالين بيقرشوا في دماغهم. خلينا نتفرج بقى. يا عم عايز ابص زيك. حرام عليك، ده انا امي ماتت، حاسبها لمين؟ امك ماتت؟ ماتت الله يرحمها. ايه امي ماتت يا سعاده البيه، ومراتي وولادي ماتوا برضه، يرضيك اروح اشرب اقعد هناك لوحدي واسيب العالم دي كلها لمين؟ انا مش شغل الكلام ده، انا احكي لك قصه حياتك. اتفضل يا استاذ. سعاده البيه حروف بين بعيالك. حرام عليك. وانتي مراته؟ مش سامع علي صوتك. انت مراته؟ مراته ام عياد. يا هبه. ليه يا هبه؟ ليه يا هبه؟ طب ليه؟
واحدة بجمالك وحلاوتك تتجوز ده زي القمر ده وماله ده فوق شبه نجاح الموجي ده. خلاص تستاهل التشريد معاه. وهلا يا جاد البيت اروح في عيالي منه. يا ايه ده؟ ايه يا بنتي؟ انت مراته انت كمان؟ بيت واحد. ايوه بيت واحد. احنا بنلعب يلا احنا بنلعب. مين؟ ايوه انا وقعت من السما وانت استلقتني. تعال انا مشكلتي خطيره. خير؟ انا برضو متجوز اثنين. انت كمان؟ ايوه. اروح الجديده تقول لي روح يا بنين على عينك للقديمه. اروح للقديمه تقول لي انت لسه جاي من عندها يا بنين امشي اطلع بره ما بعرفش اروح فين. اخلص اخلص. انت بتهزرني ولا ايه؟ طبعا بهزرك. اتفضل يا استاذ روح حفظ الرقعه اتفضل على اسوان. الساعه معاك كام دلوقتي؟ الساعه 11. الساعه 3 عايز تليفون من اسوان. انا قاعد في مكتبي مستني تليفونك. اتفضل نفذ الامر يلا يا سعاده المية. الساعة 11 واكلمك من اسوان الساعة 3 ليه؟ هسافر في طيارة. تسافر في طيارة تركب جمل انت حر. المهم تكلمني نفذ الامر. حاضر يا سعادة البيه. عامل ايه؟ ان شاء الله هكلم حضرتك من اسوان وتبقى فرصة حتى اطمن على الحريم بتوعك. قليل الادب ادري جدع امشي من قدامي. قليل الادب. انا مستني تليفونك في مكتبي. ماشي ابقوا خلوه ينفعكم. هينفعنا من غير سلام. خد بس اما اقول لك انتهى بالاول. عايز ايه؟ هتقضيني اسوان؟ ايوه اسوان. طب خد بقى المعلومه دي. ايه؟ انا مش موظف عندهم. عادي عادي لو في اي مصلحه برضه هتبيتك وعليلك وهتروح اسوان من غير سلام. خد خد. وبعدين بقى؟ يا بني ادم انا مش موظف خالص انا اعمال حر. اعمال حر برضه هوظفك وعينك وبعدين هتبيتك من غير ستين داهية. معقول اللي بيحصل دي؟ اتفضل. كل مصلحة التمويل كده ناس مجانين. اه والله حاجة اسمها حسنات. حسنات حسنات انت بتعتدي عليا. انتوا لسه هنا؟ ايوه لسه هنا. يلزم خدمة يا حبيبتي. لا انا جاي اعمل شغل. يلا يا حبيبتي هونا شوية. يعني ايه اشغل شغل ايه؟ وانت من امتى بتعرف شغل؟ روحي اتفسحي شوية ماشي ممكن تلاقي عمل يلا يتجوزك ويتجنب. مين لما يحبطك؟ يا قاعد عاملين عليا رباطية ولا ايه؟ ده انا حسنة. حسنات هتاكل بركة يلا يبقى قسنا بالثلاثة في نفس واحد. يا ساتر يا ساتر. صباح الخير. صباح الخير. ايه ده انت كده من كتر العطل قلبك هيتقطع على مالك شويه. قال بتقول ايه؟ ايه خير مالك بتعيطي ليه؟ جوزي مال مات. لا اله الا الله. الله يرحمه ويحسن اليه. الله يرحمه. وجايه طبعا التموين عشان تثبتي اسمه الجديد مش كده؟ ايوه يا اختي. ومالك مسبلة عينيك بتقول لي بعدين دبالي كده؟ يا عينك مني ولا ايه؟ في ايه يا اختي؟ بقولك ايه؟ نعم. انت متجوز؟ انا اتجوزت ثلاثة وماتوا. انا بموت كل النسوان بعيد عن امي. انا بقولك اهو. طب وايه يعني الشرع محل الاربعة؟ لا اعملي معروف انا عايز اعيش. طب وعني؟ انا كل حاجة عندي. عندك ايه؟ عندك الكلى؟ عندك ايه؟ لا عندي كل طلباتك. إيه حتى الشقة وعربية وكل حاجة. عربية والله لو عندك الاجنس بتاع العربيات الفولكس مفيش فايدة. ليه بقى؟ بالحول يا مان. امسكها دي قريبة الوزير. اوعى تهرب. تهرب ايه؟ تهرب ايه؟ دي فيها الحل كله. والست دي عاملها برفق وليد. انا عارف. تعيطي ليه يا هانم؟ جوزي مات. مات. جوزك مات؟ نفد بجلده. ايه؟ يعني الحمد لله. ما تاخديش بكلام وفاء
فندم تعازينا يا حالم، تعازينا لفقد المرحوم. هو مات بإيه لعدم لا مؤاخذة؟ أبدا والله مات كده؟ هو كان قاعد كويس. كويس ده مرض خطير قاعد كويس ده. أنا اتشليت يا أبو حسين. بقول لك إيه؟ ده كان قاعد كويس، فرزته طاح مات. أنا؟ معلش معلش، هو بيهزر معاك. المهم إحنا تحت أمر سعادتك، وإحنا كلنا عايزين نيجي العزا. يا راجل أنا نفسك، الراجل لسه ميت وفي العزا وبتضحك. يا تجدهية، ده إحنا في الأربعين. يلا. أنا بدور على عريس. والله عريس؟ آه. انا ممكن اكرمك في العريس ده بجد؟ اه تتجوزني؟ انا كنت هخدمك خدمة تظهري كده. عايزة تتجوزني؟ اتجوزها وجرب، يمكن تتكل انت كمان ونيجي في عزاك ان شاء الله. عزاك؟ عزاك؟ اختار نفسك. تعالى هنا. نعم. انت مش قلت تتجوزني؟ ازاي هتتجوزني وانت عندك اولاد؟ اموت عيالي عشان خاطرك. ها اعمل ايه فيك؟ وانا مالي يا هانم؟ انا بقول لك احنا محتاجينك انا والبي في ماموريه هامه تحت، يعني لما تحت امرك لو بلغت سياده الوزير ان احنا جايين. عارفين سعادتك انك قريبته، فممكن تخدمينا خدمه العمر. بس انا مش قريبه سعاده الوزير. اصل في شكاوى يا فندم متقدمه ضد الراجل المحترم. تعالى وريها نفسي. الراجل الكبره ده في شكاوى تايديه للقصره. الراجل القصره الإمام بيه، فأرجوك يا فندم نروح لسيادة الوزير قريبك عشان يرفع عنه الشكوى دي. هو قريب الوزير ما بيرفضلوش طلب، بس هو تحت الوزير شوية. تحت الوزير شوية؟ ساكن في الدور اللي تحت الوزير. تحت الوزير يعني وكيل أول وزارة؟ لا مش وكيل أول وزارة، هو تحت شوية. يبقى وكيل وزارة؟ لا ولا وكيل وزارة، هو تحت شوية. هو خلصينا. هو مين؟ فراش سعادة الوزير. وعمال احترمك اما وجنالك جنالك يا العزة. انت مرة كده؟ طب والله لو وريت سيما وريتكم يا تخافوا. قول عاوز ايه؟ اسمع، صعبان عليا جوزها يا اخي. اتجوزها وخلصني. انت بتكاري. احنا لازم نخطف هنداوي عشان نلاقي فلوس، نعذبه عذاب قليل. هعذبه هطرعه وصوابه وملصه ده ده ورايا. فتايا فتايا لهيئة قوي نزل الكرسي يا حسنات. كرموني يا بيت. عارف كرموني خالص. عارف كتابة عاملين مؤامرة ضدك. ايوه عارف. كشك مكتبي يا حسنات، كشك مكتبي، وانا وانت هروح البوليس والنيابة ونبلغ عنه. خاطر يا مامي. تعالي تعالي. هنروح القسم. خد الجواب ده. ايه الجواب ده؟ ده على مكتبي كنت لقيته. مش عارف انت بتدعمني ولا ايه؟ كلك ميه وانت مالك.
ونبلغ الموضوع ده كله للقسم. ايوه نعمل لهم محضر. محضر؟ اه محضر ليه المحضر؟ ايه نعمل؟ ايه ده؟ يلا يلا بينا. يلا يلا يا علام. علام ايه؟ يلا انا نم يا علام. يلا انا هونيك. ونينا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه العالم المناخولي يا دي؟ انا لازم اتنقل من هنا. تتنقلي ليه؟ هما اللي لازم يترفضوا والمصلحه لازم ينصلح حالها. هشوف الجواب ده فيه ايه. الله اللي جاي كله مش فيه ايه. تعالي شوفي ايه ده. يا حرام. معقوله عم بورا طلع المعاش؟ حرام. الراجل لسه بيجهز بنته عشان تتجوز. انا زعلت عليه قوي. هقوله ازاي؟ مش عارفه. هنبلغه له ازاي؟ معرفش. طب فكري هنقول له الخبر ده ازاي. ماليش دعوه. الحمد لله عرفت منها. هنداوي انت كنت فين؟ الوليه اللي جوزها مات دي مالها جايه تشتغل عليها عايزه تتجوزني. تتجوزك وانت؟ انا ما رفضت. اذا كنت بجري منها انت دايما شعلونه كده يا استاذ هنداوي. نعم. الحقنا في المصيبه اللي احنا فيها. الامام وبركات وعلام واللي اسمها سند دي راحوا يعملوا لنا محضر في الاسم. ليه؟ مش عارفه. ضربناها بالكرسي وهي اللي كانت عايزه تضربنا. الله ده اللعبه هيحلو قوي. لا ولسه في احلى من كده. عايزين يخطفوك. يخطفوني؟ اه يا ريت يخطفوني. دي جريمه بيعاقب عليها القانون بالاعدام. اياك يعملوه عشان نخلص منهم خالص. في خبر تاني. ايه حكايتكم؟ وحش قوي. اخباركم الوحشه مالها جايه ورا بعضها كده في ايه؟ لو عرفتوا هتزعل منه. قولي بس خير. عمي برع طلع المعاش مش عارفه ابلغه ازاي. يا حول الله يا رب. ممكن انت تبلغه؟ طلع المعاش. ايوه يا ريت يا استاذ. الراجل ما لحقش يفرح بشباب. لا اله الا الله. يا ريت تبلغوا الخبر ده بس واحده واحده احسن الراجل يروح فيها. ابلغوا الخبر؟ اه لا انا ماليش دعوه. ما تبلغيه انت. لا ولا ماليش دعوه. تبلغيه انت يا جميل. انا بالذات اطلع من الموضوع ده ما اقدرش. الامر لله. ابلغه انا؟ ابلغه انا؟ وكيل بركات. وكيل وزع شربات يا بركات. وزع شربات على كل الناس. الله انت عارف؟ طمني. الحمد لله هم وزعنا عليا. ارتاح خلاص خلاص. الراجل ارتاح والموضوع سهل اهو الحمد لله. ايوه ارتحت ازاي؟ فضفض. ايوه ما هو خطيب بنتي جه وجاب لها شقه والعداد شغال. خطيب بنتك؟ اه. عداد ايه؟ عداد الايجار. الراجل ما بيتكلمش على المعاش ده بيتكلم على بنته. قولي له انت. لا لا انت قول له انا مش هقدر اقول. طب اسمع. نعم. عندهم موظفين بتوع الارشيف. يا ثانيه يا فاطمه انا هقول لك فزوره. فزوره؟ هنغني لك غنوه ومن كلمات الغنوه دي هتعرف احنا عايزين نقول لك ايه. حلو حلو. اديها ما تريح حالك. ولا تمعش
فهمت بقى يا عم برا احنا عايزين نقول لك ايه؟ لا المفروض يطلع عم عاش ده. انت عم عاش ازاي؟ طلعوك عم عاش كده. ده الملعب بتاع الكوره ليه قانون، المديريه هي بقى ملهاش قانون. انا مالي. صباح الخير يا بركات. صباح النجم. بسم الله الرحمن الرحيم. هتربى انت معذور. اهلا يا حسنات، ايه اللي جوالك؟ ايه بتاع الجواز وسنينه كله تعب. جواز؟ تجوزني؟ يعني ما انت شايف؟ لا مؤاخذه، ده انا بحسبك وقعت وقعت. اهلا وسهلا. الدنيا بتتقدم يا بركات. ايوه الدنيا تتقدم في كل حاجه، انما تتقدم في ثلاث ايام. يا بركات. الدنيا يا نفسي لما عليا. تقول اعمل ايه؟ عايز اكون نينجا. في حاجه اسمها نينجا؟ ايوه نينجا. بتتاكل نينجا ايه؟ مش بني وجهها لي وهو كله حادق. لا يا بركات لا، لا تعبانة بس يا واقف بس بعد ما انت وابوك. يا بركات بتنا انا يا حاضر اسمعها عندك واحد نينجا وصباح. يا واد اسكت بقى بطل شقاوة يا واد. يا واد جري من البلد على الزراعيه لما نفذت قطع. يا عم اسكت بقى بلا كلام كده. شفت الولد اللي قال لي ما تجريش يا عم بسرعه كده لحسن الرادار يصورك؟ شفتوه؟ يا مام صوروني. السلام عليكم. يا مامي هنتجنع بنقص. لا ما تتكسفيش يا شاب. بتتكسفي ليه وانت برضه وشك سوق؟ يعني ايه بقى؟ حضرتك جاي هنا ليه؟ يعني كنت جاي قصدك انت. انا؟ في ايه؟ يا باي ده انت موصفات. ازاي؟ والله كنت موظفاني وصلت واحد من بلدني يجي يتحقق منك امدرسك قوي وجه البلد ومن ساعه ما شافك وجه البلد وهو عيان. من ايه؟ عبان مناخيرك قوي الراجل عيني. انا كنت جاي بقى اتجوزك انما يلا الظاهر ان انا جيت متاخر. وما جيتش بدري ليه؟ ما جيتش بدري؟ ده هما ثلاث ايام بدري ايه ليه؟ بدون ايه؟ ابدا بقول انا حن علي على قلبك من كيس. خليك حلو ارحميني. حاولي تصرفي في الغرفه اللي انت فيها دي. اصل انا كنت دايما ابني. ابنك؟ على اي انا شغل المخدات دي؟ ايه بتقول حاجه؟ بقول شغل الخوذه دي. اتصرفي يا عمي. ده انا هفتن عليك قوي. وانت انت حفريه من الحفريات المفروض احتفظ بيك. مدي قوي بس حطنا في الزين. اعملي معروف دي فرصه ما تضيعهاش من ايدك والفرصه دي ما بتتكررش وبحدك انت بالذات ما تتكررش ابدا. خوديني. اعمل ايه بس يا ربي؟ اضحي بالعنيد عشان ابني ولا اضحي بابني عشان العنيد؟ لا اضحي بالاثنين من اجل مصر. اضحي يا ربي. الهمني يا ربي يا ربي الهمني يا ربي. ساعتها تظن ما كده ما فيش فيني. ايه ده؟ هو انت كنت متجوزه من اجل ايه؟ صبت والواد ماله طالع قصير كده المفروض يطلع طويل الليل. ابنك ده؟ ايوه. يروح بده؟ ابني. ايوه كده. وانا ممكن اتجوز يا عبيط؟ يلا بقى اتجوزني دلوقتي انا تحت امك. لا 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 ما تستربعيش بس كده. ما تستربعيش. لا دلوقتي انا مش هسيبك. انا هفهمك. لا لا